مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، متابعينا متابعي برنامج هماليل في حلقة جديدة من هذا البرنامج. طبعا اليوم عندنا ضيفين جميلين معانا. في البداية شاعر، وشاعر جميل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يعتبر أحد نجوم شاعر مليون الموسم الأول. شاعر له حضور كبير على المستوى الإعلامي، سواء مقروء أو مسموع أو حتى المرئي، لكنه مختفي في الفترة الأخيرة، ما أدري أسباب هالاختفاء. أيضا هو شاعر ناجح على مستوى الحياة بشكل عام، بعيدا عن الشعر. راح نعرف كل هذا وأكثر مع شاعرنا الجميل، شاعر سعود المصابي. مساك الله بالخير يا سعود. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله أخوي محمد، وسعيد بتواجدي معك من خلال برنامج هماليل وقناة نجوم. هذا القناة اللي لنا فيها ذكريات جميلة، ولنا فيها أكيد كثير من اللقاءات. سعيد بتواجدي معك اليوم، وسعيد بهذه الرحلة مع الجمهور الكريم. جميل. يمكن مثل ما أسلفت في بداية الكلام أني شوي مبتعد هذا عن بعض اللقاءات أو بعض الفترات الأخيرة خاصة، لكن لقناة نجوم وكذلك لأخوي محمد ولمتابعينها كل المحبة والتقدير، وتواجدنا معهم اليوم هو من باب الغلاء. الله يسلمك، لا شك أنت إضافة، وإضافة جميلة لهذا البرنامج، ونحن يعني ننتظر وجودك في البرنامج على حر من الجمر. كنا رغم أن يعني أنت متواجد بين الأيادي، ولكن أحيانا الواحد يبتعد عن الإعلام ولا أعرف شو الأسباب. الابتعاد عن الإعلام والاختفاء عن الإعلام الفترة الأخيرة، أنت كسعود المصابي شو أسبابه؟ وشو شو شو يعني أنا أعرف كل الشعراء الحين عندهم والله أنا مشاغل الحياة وكذا وكذا، الأسباب اللي تخلي الشاعر يبتعد عن الإعلام ولا عاد يظهر في لقاءات ولا أمسيات ولا غيره. جميل، سؤال جميل أخوي محمد، لكن أنت سألتني الحين أسباب الابتعاد عن الإعلام. شو خلنا نفسر شو كلمة إعلام؟ شو يعني الإعلام؟ ما هو الإعلام؟ الإعلام سبق، يمكن نقدر نقول قبل 4-5 سنوات كان عندنا الإعلام اللي هي قنوات معينة متخصصة، أو خلنا نقول الإعلام المختص في الساحة الشعرية كشاعر. نعم. كان الإعلام تقريبا أكثر من قناة وأكثر من منبر وأكثر من مهرجان ممكن سنوي على مستوى الخليج، تواجدك فيه يعني تواجدك مع الجمهور ومتابعينه. حاليا دخول تحول العالم من الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء إلى العالم اللي هو التكنولوجيا والإلكتروني اللي صار السوشيال ميديا. هذه السوشيال ميديا الحين صار الإعلام حاليا أغلبها عن طريق تويتر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق المواقع التواصل انستغرام وغيرها. أوكي. حقيقة أنا متواجد، أنا أقدر أقول في الإعلام السوشيال ميديا والإعلام بس تواجدك سعود لو تواجدي، لكن للأمانة مش التواجد اللي هو مثل ما تقول اليومي أو المتابعة اليومية. شو الأسباب؟ أوكي، يعني مثلا في شعراء نجحوا في الإعلام. أنا قاعد أتخطى الحين، أختلك خطوة خطوة في الجواب. حلو، كمل. خطوة خطوة. حلو. فبالنسبة أولا شخصيا بالنسبة لي كسعود المصعبي، يمكن من بداية دخولي في الساحة الشعرية يمكن 2002 إلى 2000 أقدر أقول 12. حلو. الحمد لله رب العالمين، فضل الله، أنا شخصيا راضي عن نفسي وعن تواجدي كساحة شعرية خليجية أقدر أقول، وحتى كذلك الحمد لله عربية كذلك في بعض المهرجانات العربية. جميل. لكن في نفسه كان في أهداف معينة وكان في توجهات معينة، كان في حضور معين، لكن في الأمانة أنت لكل مرحلة عمرية لك للأمانة أنت لك بعد أهدافك الشخصية. حلو. فبالنسبة لكساحة أنا متواجد فيها، أنا ما أقول أني مش متواجد، لأني أنا ضد كلمة غير متواجد، لأنك في حال أنك أنت دعيت في المكان المناسب، في البرنامج المناسب، أو في المناسبة المناسبة. نعم. المكان المناسب اللي أنت يناسب تحس مشوارك الشعري أو تاريخك اللي أنت متواجد فيه، أو حتى يناسب أنك أنت تكون موجود فيه. حلو. بالعكس راح تلبي، وأكبر دليل أن كثير من المحافل الوطنية الحمد لله الأخيرة، وكذلك كثير من الأمسيات الشعرية متواجد فيها. يمكن آخر مشاركاتي كانت مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد. نعم. أيام مهرجان سويحان، وكذلك التراثي، وكذلك مهرجان قصر الحصن. حلو. كنت متواجد اللي تونا حاليا فعلا. يمكن جميل، خلصنا يمكن من أسبوعين كان فعلا. فكتواجد نحن متواجدين، لكن الضوء تعودنا المنابر الإعلامية اللي تنقل تواجد الشعراء هذه، أو حتى الوكالات الشعرية مثل وكالة أنباء الشعر في أبوظبي، وكذلك وكالة عرار يمكن اللي في الأردن، وكالة عربية، هذه وكالات تنقل بعض أخبارنا. لكن المتابع اللي يتابع كثير الحين أكثر على تويتر وعلى غيره. أنا أقدر أقول مش حتى بس تويتر وغيره، اللي متابع حالياً استوت على الروابط. فلذلك كثير من الشعراء قدر إنه يعني يتجه هذا الاتجاه، عرف إنه أسوي لي أكثر من رابط، أكثر من قصيدة مثلاً مصورة. أنت ليش ما اشتغلت على نفسك في الشيء سعود؟
ليش ما اشتغلت على نفسك في هالشيء؟ مش من اهدافي صراحه انا. ليش مش من اهدافك؟ هو الاعلام تغير اليوم وانت شاعر ودك توصل صوتك للناس وما تقدر توصل صوتك الا اذا كان في عندك اعلام. لا 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 شوف انا بخبرك انا مش ولا انت رضيت عن ما وصلت له؟ لا انا لا. اقول انا تماما انا اعرف تماما انك انت احد نجوم شاعر المليون الموسم الاول، وهم هذه النجوم شاعر المليون الموسم الاول خذوا يمكن نصيب الاسد من الاعلام يعني. الحمد لله رب العالمين. اقول لك بس هل هذا معناته انت خلاص بتوقف؟ لا يعني. اقول لك الى الان، حتى الى الان اخوي محمد الحمد لله انا متواجد ومتواصل صراحه مع الاعلام الخليجي او المحلي يعني. حلو. كاقول لك كنشر كمجله مثلا يمكن قطوف من اشهر مجلات الخليجيه قاعده ما زلت انشر في قطوف. جميل. وكذلك متواصل مع كثير من المجلات المحليه حلو كمجله والخليجيه. بس ترى المجلات اليوم ما عاد هي ما هي اللقاءات التلفزيونيه انا متواجد فيها. بس يمكن انا اخر سنه ابتعدت لان انشغلت مع ذاتي يعني. في كل سنه او انا شخصيا لطريقه خاصه ممكن ان غيري يطبقها ولا. لكل انسان اهدافه الشخصيه واستراتيجياته الذاتيه. حلو. كل خمس سنوات جميل انك انت تحقق اهداف معينه في حياتك حاطنها كاهداف. خلال خطتي انا اخر تقريبا ثلاث سنوات او اخر سنتين كان لي هدف التواجد وتلبية الوطن وتلبية كثير من المناسبات الشعرية. جميل. كشعر، لكن في نفس الوقت كان اهتمام بالأكثر منصب على أهداف معينة في الجانب العملي أو الجانب أيضاً. الشخصي. جميل. بحكم الحمد لله أنا دخلت كثير من الأمور اللي أنا شغلت فيها واستفدت منها الحمد لله. راح نيجي لبعض الأمور اللي تكلمت عنها على الصعيد الشخصي، لكن ودنا نسمع قصيدة ونستفتح معك البرنامج بقصيدة. جميل إن شاء الله. يقول المحبة دار والروح الشعب، المحبة دار والروح الشعب، والقيادة منبع المجد وسناه، والفخر لاسم على العلين كتب ذا إماراتي وحي الله نباها. دارنا الدرها لها في كل قلب، بلغلا مرسى تهنى محتواه، في لقاها ينولد مليون حب، وفي فراق ترابها مليون آها. كم كسب طاريها مجد وكسب، بالعلا صيت من الماضي مداه، والذهب يبقى على أصله ذهب، ما يبدلها الزمن لا منتهاها. ذا خليفة تاجها فخر العرب، كم سهر لعيونها واجزى العطاها. الذهب يبقى على أصله ذهب، ما يبدلها الزمن لا منتهاه. ذا خليفة تاجها فخر العرب، كم سهر لعيونها واجزى العطاها. وذا أبو راشد سنادة في كل درب، مدها بفكر رقاها وارتقاه. وظبي لمجاد ودبي العجب، والفجيرة منبع الحب وهواه. والفكر في الشارجة رمز الأدب، والفخر جرفار، والدنيا صداها، والغلب إيمان ساكن بالهدب، طيبها طيب تفند مستواها، والكرم فم القوين بيود هب، غيثها يروي ظما منه نصاها. دامها الله سامية فوق الرتب، كسبها ناموس أدو في ثناها. المحبة دار والروح الشعب، والقيادة منبع المجد وسناه، والفخر لسمن على العلي ينكتب ذا إماراتي وحي الله نباها. سلام. جميل. صح على لسانك. صح على لسانك على الجمال. سعود يعني أنا أعرف تماما بأنك أنت على الصعيد الشخصي يعني وظيفتك وعملك الشخصي بعيد كل البعد عن صحيح عن الشعر. إيش كثر كان يعني الشعر مغري لك لأنك تتجه للشعر وتترك يعني إبداعاتك بنقول على المستوى الوظيفي؟ أنا أعرف تماما بأن في سنة 98 يعني كانت لك براءة اختراع أو شيء في 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 تخصصك أعتقد يعني. ما شاء الله. 98 أو 98 مجهز أمرك صح. لا مش مجهز بس أنا أعرف تماما عن هالشيء. الله يعطيك العافية. 98 يعني قبل 98 نتكلم عن كم سنة اليوم يعني؟ كنت في مرحلة الأول ثانوي. أول ثانوي في براءة اختراع لك في هذا، وأتوقع أنك كملت كتخصص ما بعد الثانوية. نعم هو يمكن مش كان تخصص، هو كان أنا كنت في المدرسة كطالب شوي الحمد لله رب العالمين كنت متفوق في مادة العلوم أو المواد العلمية، فكذلك كان لي توجه أنا كذلك في المختبر أو الاختراعات والإبداعات، فكان في مسابقة مطروحة من جهة خارج الدولة، جهة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، كان معرض للاختراعات والإبداعات، كلام هذا في معرض اسمه آتسف للعلوم والتكنولوجيا، كان في أبوظبي يمكن في نهاية 97. جميل. فتقريبا انا كانت عندي اكثر من فكره قدمتها، قبلوها الجماعه وشاركت فيها، بفضل الله توفقت اني اخذت الاول في المعرض هذا. جميل. فتم يعني برعايه كريم من سمو الشيخ نهيان تم ابتعاثي لتمثيل الدوله في هذا المعرض كذلك في الولايات المتحده الامريكيه. جميل نفسها. جميل.
مثلت الدولة الحمد لله، رفعت علم الإمارات كذلك في من ضمن الدول المخترعة اللي موجودة من ضمن المعرض كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت باختراعي هناك الحمد لله، أقمت بعض المحاضرات كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الحمد لله. بعد ما رجعت استكملت دراستي الثانوية والجامعية، لكن جانب الاختراعات عندي مشابه لجانب الشعر. جميل. فهو يعتبر جانب آخر كهواية. الحمد لله رب العالمين حصلت أنا على براءة الاختراع. براءة الاختراع جميل. ومتابع في هذا المجال، لكن الحين عملك أتوقع أنه يعني مكمل عملي هو في مجال المياه كان مياه. يعني مجال المياه والله. جميل. وأنت الحين يوم في النفط أتوقع. أنا حاليا طال عمرك أنا كبير مهندسي البترول في شركة بترول إماراتية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله أتمناك توفيق. يمكن دراستي الجامعية كانت في مجال البترول. في مجال البترول. البترول. نعم. هندسة البترول ما شاء الله. أثر عليك هذه في موضوع الشعر يعني. هل وهل ارتباط بالنسبة للشعر يعني. بالنسبة للشعر هو معاي من صغاري يعني. أنا أقدر أقول لك المبدع في إبداعه ما تقدر تقول له ليش أنت مبدع. أو أقدر أقول لك سبحان الله يعني أحدهم يتجه إلى كرة القدم، أحدهم يتجه إلى الخيول، وأحدهم يتجه إلى اتجاهات أخرى، فكله يتجه حسب ما يجد إبداعه. حلو. يمكن أنا وجدت نفسي في الشعر كثير، ولكن أكيد أني أنا صقلت هذه الموهبة أيام كانت موهبة الحمد لله إلى أن احترفنا واشتهرنا ودخلنا في عالم الشعر. يمكن الحمد لله تواجدت حتى في الأمسيات الشعرية في دول الخليج والعرب والدول العربية قبل حتى شاعر المليون، والحمد لله شاعر المليون أكيد كان نقلة نوعية كبيرة ولها يعني أصداء كبيرة صارت، والحمد لله رب العالمين توفقنا تواجدنا. المكسب الكبير من شاعر المليون من عالم الشعر كله، أنا أقدر أقول من الشعر كله هو محبة الناس. جميل. إن كان في مكسب أنا يعني فخور فيه جدا بفضل الله رب العالمين الحمد لله، هو محبة الناس ومعرفة الأشخاص اللي تسعد الخاطر وتنفخر فيهم في معرفتهم. على جميع الأوساط يعني كذلك، سواء كانت الإعلامية أو الشعرية أو الثقافية أو حتى على مستوى أصحاب القرار والقيادات، فنفخر أفخر في عالم الشعر أو كل موهبة تفخر بموهبتها في حال أنها كسبت محبة الناس ومحبة القيادات الناجحة. جميل. أخوي سعود، بالنسبة لمشاركتك في شعر المليون، طبعا أنت أحد نجوم شعر المليون اللي هم الموسم الأول اللي هم خذوا بنقول النصيب الأكبر من الإعلام. مشاريعك ما بعد المسابقة هذه، كيف حاولت تثبت نفسك أكثر يعني في الساحة؟ كيف حاولت تثبت نفسك أكثر وأنك يعني تستثمر بنقول يعني اللي لقيته من إعلام في خلال شعر المليون؟ جميل. أنا ما بقول إني حاولت إني أنا أثبت نفسي، أنا إن شاء الله إني كنت موجود وأنا موجود يعني. لا موجود. فالبرنامج نفسه بالعكس كانت نقلة نوعية كبيرة. بعد ما انتهى البرنامج طبعاً الحمد لله الدعوات استمرت يعني كذا لإحياء الأمسيات، المهرجانات، للتواجد كثير من اللقاءات التلفزيونية. شخصياً أنا ما كنت أتردد أبداً في تلبية أي مهرجان مناسب أو أي لقاء تلفزيوني مناسب يعني. ويوم أقول أنا مناسب كذلك عشان أوضح أنه مش أني مثلا نتكبر على بعض الجهات، لا والله ما هو كبر أبدا، لكن أحيانا تكون بعض الأمور مش منظمة بترتيب صحيح. نفس شو مثلا؟ نفس شو أعطيك مثال يعني. أحيانا أنت تدعى في جامعة مثلا، أقدر أقول لك مثلا في قرية تراثية مسوين مهرجان وأمسية وكذا، زين نبغيك عندنا. كذلك نبغيك عندنا زين، تحس أن الترتيب اللي صاير مش ترتيب أمسية يعني بالحجم اللي انت تبغيه. انت يوم تسوي أمسية معينة ومهرجان معين تحديد. ما تبغي الخطوة اللي بعدها تكون أقل من اللي قبلها فعلا. لكن في نفس الوقت ممكن تشارك بعض الجهات في بعض الأمور. فكذلك نحن عندنا شعراء كثير شباب مش محصلين فرصهم، مش محصلين يعني منابر أن يقدمون فيها اللي عندهم. جميل. فأنا شخصيا صراحة كنت أرشح زملائي أو الشعراء اللي أعرفهم وأعرف أن عندهم مخزون جميل وقادرين على إحياء أمسيات مناسبة، فأفتح لهم الفرصة في هذا المجال فأرشحهم صراحة. حلو. لكن في نفس الوقت بعض اللقاءات أو بعض الأمسيات الأخرى لا والله أشارك شخصيا إذا كان يسمح وقتي يعني. حلو. يمكن على حسب أولوياتي يعني. يمكن سنة 2013 وهالسنة كذلك 2014 كنت أولوياتي العملية أكثر من أولويات الشعرية والحياة الشخصية أكثر يعني، خاصة هالسنتين الأخيرات يعني قبل لأني أنا أعطيت الشعر كثير صراحة فعلا. فكذلك مثل ما قلت لك اللي هي هذه بعض الأسباب البسيطة بس أنك كتواجد والله بالعكس متواجدين وسعيدين بما نقدم وسعيدين بمن يعني حتى يتابعكم ونحن نتواجد وياهم. جميل. بس ما فكرت في تنزيل ألبوم مثلا أو ديوان صوتي؟ ما فكرت في هالشيء. لا بالعكس، بالنسبة للديوان الصوتي أنا تقريبا سجلت يمكن أكثر من 12 قصيدة تقريبا.
وكانت على اساس راح تنزل بس لكن لا ذيك الايام يعني انا انشغلت فتره التوقيع العقود والتفاصيل هذه فاشترتها جهه الجهه تتعامل مع شركات الاتصالات اللي هي الخدمات النغمات الصوتيه نعم هذه نعم اشترت السي دي هذا وسوقته فانا بعدين قلت اني على اساس اني عقب ان شاء الله راح اطرح الديوان الصوتي طبعا المشروع ورا مشروع انشغلت شوي حتى في عالم اللي هو الاستشارات والتدريب يعني حاليا انا بعد مستشار ومدرب نعم. دولي في مجالات التطوير ومجالات كذلك ان شاء الله اللي اسمه اللي هي الاداريه التطويريه يمكن جميل انت يعني يقول لي المخرج في كلمه في شفره بيني وبينه يعني بس يمكن انت سمعته لكن يعني ايش كثر انت انا مؤمن تماما بان الشعر هي هوايه وشيء يعني انا بالنسبه لي نحن كشعراء في الساحه انا اسميه احتراف مش هوايه احتراف انت تعتبر نفسك محترف الشعر احتراف نعم اوكي هل في مردود مادي من وراء الشعر اكيد انت في لك مردود مادي مثل الشعر الاستشارات مش اكثر منها مردودا من الشعر لا لا اكيد الاستشارات شوف الاستشارات والتدريب هي كانت هوايه بالنسبه لي جميل الهوايه هذه تقول كانت هوايه عقب انا استمتعت فيها فصارت كذلك موهبه موجوده عندي انا اقدر استخدمها في اي وقت يعني الاستشارات انا يمكن حتى يعني حتى انا الفتره الاخيره خفيت شوي من الاستشارات لكن التدريب موجود يوم جميل. يوم ادعى الى بعض الجهات لتدريب يعني في ماده معينه وشيء اطرح كدورات دورات تدريبيه حلو. اداريه حلو. جميل جميل موضوع الشعر يعني انا اعرف تماما ما بقاطعك لكن انت تسترسل ما شاء الله في لكن كلقب انت شاعر وموجود أوكي. وانا في الشعر شاعر وفي الاعلام كذلك اعلامي في التدريب مدرب ومستشار ايضا لك تجربه في موضوع التقديم والاختراعات الحمد لله موضوع التقديم موضوع التقديم نعم كان في قناه الدار قدمت برنامجين في قناه الدار جميل الاماراتيه موضوع التدريب بنرجع لموضوع التدريب نعم. موضوع انك الخطابه والشعر يعني موضوع التدريب اعتقد يحتاج لشخص مخاطب جيد ويعني واعلامي في نفس مهارات العرض هل تعتقد بان الشعر فادك في موضوع التدريب يعني والله اقول اقدر هي فادري حتى الحمد لله يعني حتى انا اقول لك يمكن بعض الدورات التدريبيه الحضور اشخاص من الحضور يتفاجئون يا اخي مش الشاعر فلان هذا يعني هو حتى لو ما تعرفهم صحيح هذا شاعر يا اخي انا اعرفه اشوفه في التلفزيون وشي صحيح صحيح. مدرب هو فيوم وهذا شيء جميل فيوم يشوف الحمد لله العطاء او الدوره التدريبيه نفسها يوم يشوفها ويحضرها طبعا هي في مجال سواء كان مجال تقني عملي او سواء مجال اداري جميل في بعض المجالات كذلك الاداريه ما شاء الله. لكن الحمد لله رب العالمين افادتني كثير يعني حتى صار البعض صار يعني يحضر الدوره يتحرى ان فيها قصيد ان فيها قصيد فاقول لهم لا انا فلان كترينر يعني كمدرب فلكن القصيد موجود اكيد في عالم الشعر فجميل ترى بيني وبينك التنوع هذا المزج هذا موجود التنوع جميل لكن احيانا اذا غلب بعض على بعض لابد انك انت تعطي شيء الاكثر طبعاً. الاكثر دقه عندك هو اللي تعطيه فيه حلو العلم امانه العلم امانه كذلك الشعر كذلك كل مهاره انت تكسبها والله يرزقك اياها ويعطيك اياها هي امانه فتحاول انت توصلها بالطريقه المناسبه اذا حسيت انك انت راح تنقل هذا الشيء لشخص اخر ولطرف اخر وتكون مقصر فيه لا تعطيه يعني جميل. انا افضل انك انت الواحد يكون متجه في الاتجاهات اللي هو يبدا فيها اكثر جميل. لكن الاقرب الى القلب اكيد الشعر جميل نسمع قصيده مسترسل جميل في الله يسلمك الحديث ما شاء الله عليك نسمع سيدي يقول بعض البشر حظه يسوقه للسعد والبعض لا حد انت قلط هالعرب والحد ماله من خوي حدني لا ضاقت عليها اشتد في فزعة ولا والحد ماله من سند لو زاد في صوته عوي وحد تعلى بالمناصب ثم تكبر واعتلى لو ذاق جوع الغير والله ما تكبر لو شوي ويا مرتي ويل الكبر ذيك النار نادتك بهلا لأن التكبر لي عب الدربة هاثم تستوي سبحان من صنف عباده في مقامات العلا حد يتيم وحد فقير وحد بموالها قوي حد يردد له هلا والحد لا 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 ولا حد قليبه في رغد والحد قلبها ينشوي حد يغره مدح غيره في تعابير الغلا وإذا فضى جيبه نسوه لأبو ذراع أهلوي حد يغره مدح غيره في تعابير الغلا وإذا فضى جيبه نسوه لو ذراعها لوي دنيا دنية ما تساوي جيفة وسط الخلا دنيا دنية من عشقها تكوي أحشاءه كوي فيها الفقير إذا عبد ربه تهنى ثم سلا
فلا أخرينا للجنان وكل ما هي تحتوي وفيها الغني إذا التهى عن ذكر ربه بل ملا مات وتعذب لين ما أطراف جسمها تلتوي ويا رب أنا شاعر وردد من إلى عن وعلى هاي مصط بحر القصيدة أدلها الدرب السوية يا رب أنا ذقت النعم والهم من صدر جلى واسألك تحفظني من إبليس الرجيمة المنزوي بعض البشر حظها يسوقها للسعد والبعض لا حد انتقلتها العرب والحد ما له من خوي. الله الله صح الله لسانك على الجمال والروعة. مواصلين معك الحوار سعود لكن المشاهدين الكرام راح نطلع لهذا الفاصل وبعدها نواصل إن شاء الله. بلادي منورة بنورها وكل شيء يخص دولتنا الحبيبة تابعوا ويانا في بلادنا اليوم. أنا حسين العتولي. أنا أمل محمد. أنا ريهام علي. أنا أميرة المشهراوي. برنامج بلادنا اليوم يوميا من السبت إلى الخميس في الأوقات التالية. أسعد الله مساءكم. نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. بدأت فعاليات سباق وردنا الآن ينتخب الإمارات www.nujumtv.com. أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام متابعي برنامج جماليل مع ضيفنا الجميل الشاعر سعود المصعبي. سعود قاعد أتحاور معك في الفاصل. نعم. ما شاء الله عليك متحدث يعني واسترسلت في الإجابات بشكل جميل يعني خلال يعني ما قبل الفاصل. تجربتك في التقديم. نعم. يعني ليش ما استمرت أو ليش ما يعني ما نشوفك اليوم كمقدم؟ نحن شفناك فيك أكثر من برنامج. جميل. ليش ما استمرت؟ تجربتي أنا في التقديم كانت بداية مع قناة الدار أوجه لهم كل تحية وشكر. نعم. قناة الدار الإماراتية الإدارة طرحت علي بحكم تواجدي كشاعر وفي الساحة وإعلامي وشافوا فينا الحمد لله موجودة مهارة التقديم وحب الإعلام وكذا فطرحوا علي الموضوع. بالعكس أنا عجبني الموضوع وحاب أني أقدم للمجتمع شيء من منظور سعود المقدم أو المحاور غير سعود الشاعر. كانت حوارية البرامج؟ فكانت البرامج أنا كان ميولي عليها أني أبغي أسوي برنامج مجتمعي يفيد المجتمع لأن لو سويت برنامج شعري ترى برامج شعرية هي موجودة وأنا فيها كشاعر بعد ضيف دوم فحبيت أسوي برامج شعرية برامج مجتمعي يفيد المجتمع كحوارات مجتمعية تطرح قضايا مجتمعية موجودة في الساحة نأخذ نجيب الضيوف على حسب الموضوع هذا نتناقش في بعض المواضيع وكذلك خليهم هم نفسهم يطرحون شو أفكارهم وحلوهم اللي يرغبون فيها منها المناقشة المفيدة ومنها كذلك نطلع باقتراحات ممكن تسمعها بعض الجهات وتأخذها وتتبناها بحكم أن كثير من الجهات الحين حابة تسمع اقتراحات من المتابعين أو حتى من المتعاملين معها فكان البرنامج هو ثقافي شعري مجتمعي بديت في برنامج سلوم وعلوم كان برنامج شبابي يستضيف الشباب ومواضيع شبابية والبرنامج الآخر اللي بعده كان برنامج مرحبا الساعة استضاف كثير من استضافنا فيها كثير بعد من المبدعين في الإمارات في مجالات مختلفة سواء في التمثيل أو في الرياضة أو في الشعر وغيره وتناولنا حتى التفاصيل هذه المجالات يعني من خلال البرنامج ليش أنا ما كملت صورت أنا البرنامجين كتعاون مع قناة الدار وعقب أنا تقريبا انشغلت يعني في انشغلت مع نفسي يمكن في أمور كثيرة خاصة وتزوجت كذلك الحمد لله والله الحمد لله انا موضوع الزواج كنت ابغاه لكني لاني استاذنتك في 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 في, في الفاصل موضوع الزواج لا بالعكس انا يعني بعد زواج بعدين بعد ما فيان بعدين الزواج القناه مرحبه في اي فكره لكن الى الان ما وجدت فكره برنامج
يعني كامله واني انا مكملها عشان نطرحها كذلك. بس بالعكس ارحب انا في اي فكره باي فكره على البرامج جميل. واحب التقديم واحب اني انا اقدم برامج. تحب التقديم وتحب التقديم واضح ما شاء الله عليك. ما دامت هادفه وقاعده تفيد المتلقي اكيد. الموضوع الزواج خلينا نرجع لموضوع الزواج. ايش كثر الزواج يعني وايد ناس حاطين شماعه الزواج انه هو اللي يبعدهم عن الاعلام خاصه الشعراء يعني يقول لك والله ما ضر والله الحرم ما ويا كذا. فهل فعلا هذا الشيء وانت صاحب تجربه؟ الحمد لله سعيد في زواجي والحمد لله تزوجت. والزواج دائما هو مؤكد أوصانا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكمل لنصف الدين. نعم. فكل يعني في زواجه يبحث عن نيته. فبالعكس الحمد لله أنا سعيد في زواجي وفخور الحمد لله بزوجتي وفخور في عائلتي الحمد لله. وعسى الله إن شاء الله يتمم لنا على خير الله يوفقك ويرزقنا النسل الصالح الحمد لله رب. بالعكس وراء كل عظيم من امرأة جميل وامرأة عظيمة الزوجة الصالحة دائما الحمد لله محبة أن تدعم زوجها في مجالات إبداعها كذلك ومجالات اللي هو كذلك متواجد فيها. فدائما هي عون وفخر فالحمد لله رب العالمين. بالعكس أنا أجد كل عون وشاكر لزوجتي ولها كل تحية وتقدير مني بعد على كل الدعم اللي تدعم لي اياه سواء صبر هاي يمكن على بعض اموري كذلك السهر احيانا في بعض الامسيات بعض القصائد تحتاج تجهيز كبير. فبالعكس دائما البيت هو نواة الابداع ونواة النجاح دائما يعني. جميل الله يوفقك في حياتك الزوجيه بلا شك وحياتك العمليه والعلمية. تحيه كذلك للوالد والوالده والزوجه والاهل كلهم جزاهم الله خير. يستاهلون يستاهلون جميل. بنرجع للشعر يعني بعد الشعر مليون وبعد الظهور الجميل هذا يعني هل تعتقد بانك اليوم انت يعني كسعود المصعبي شاعر نجم في دوله الامارات او على مستوى الخليج؟ نعم. هل تعتقد بانك انت شاعر نجم؟ في فرق بين الشاعر وبين الشاعر النجم اللي يعني اسمه يجيب جمهور بطريقه يعني انت ملاحظه طبعا. هل تعتقد انك انت شاعر نجم؟ هل يوجد وهل يوجد شعراء نجوم في الامارات؟ الساحه الاماراتيه فيها نجوم يوجد بس انت شخصيا هل انا ما اقول هالشيء عن نفسي انت تقوله انت اللي تقوله او المستمع كذلك. هذا سؤال ذكي من مذيع ذكي لكن هذا الشيء اللي يقوله يقوله الجمهور وتقوله انت كذلك. لكن الحمد لله رب العالمين اللي اقدر اقوله عن سعود المصعبي الحمد لله في حال تواجد الإعلان المناسب في المهرجان المناسب والأمسية المناسبة تواجد سعود مهرجان جمهور سعود المصعبي فالحمد لله رب العالمين فضل الله. يمكن من أكبر الأشياء اللي أقدر أستدل فيها يمكن مهرجان السعودية مهرجان الأردن مشاركات خارجية خاصة مهرجان الأردن صراحة أنا ما توقعت في متابعين من الأردن بس الحمد لله تفاجأت أن في متابعين يعني يمكن أتذكر قصيدة سهارة كنت أعدها وكان يكملها الجمهور مني جميل. فهذا فضل من الله شيء أنا يشرفني ويسعدني من ناحية أن النجومية وغيرها أعتقد أن كذلك هذا البرنامج يمكن أنت ما قصرت في تواصلك معي يمكن لو ما أنتم حريصين على تواجدي ما كنت تواجد بينكم. لا شك أنت إضافة. أنا ما بتكلم عن سعود المصعبي كنجم لكن أنتم والمتابعين بلا شك والحضور والساحة الشعرية تشهد الحمد لله رب العالمين. فأنا سعيد بما أقدم وسعيد كذلك بهذا الحوار الجميل معك. جميل سعود لكن المعايير النجومية في الشعر يعني هل 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 الشعر هو المعيار الحقيقي للنجومية ولا في يعني معايير أخرى لأن الشاعر يصير نجم؟ والله شوف أنا شخصيا أقول لك أنا لي وجهة نظر في الموضوع هذا هو توافيق في البداية والنهاية هي توافيق. لأن البعض يقول لك مثلا وسامة أو شيء شيء. لا لا شوف هي أولا هي توافيق مش كل النجوم وسيمين ترى على فكرة يعني ولا كل النجوم أقدر أقول لك يعني لكن المبدع في مجاله ما اعتقد انه راح يصير نجم اذا ما كان متقن ما هو يعني ما هو مبدع فيه. يعني يقول لك هذا نجم في الشعر مستحيل ان الناس تتابع واحد يعني يقول لك هذا نجم في الشعر وهو مش شاعر اصلا او ما عنده ابداع شعري اقدر اقول لك يعني لان اكيد المتابع ما راح يتابع بعدين. لكن في نفس الوقت كميزات اعتقد شخصيا ان كاريزما الشخص لها دور كبير اقباله على الناس محبته للناس اكيد الخلق النجم او خلق الشخص هو من الاساسيات اللي لها دور كبير في نشره ومحبه الناس له. لذلك انا قلت لك في البدايه اكبر مكسب من عالم الشعر او عالم الشهره محبه الناس واكيد اللي هي التقدير والقد المقام اللي يصير لك خاصه الحمد لله نحن كبيع مجتمع اماراتي مجتمع عربي الشاعر له مقامه في المجتمع. جميل. فهذا الحمد لله الواحد يستفيده. النجوميه ما لها معايير كثر ما ان لها ثوابت مثل الاخلاق وغيرها والابداع كذلك في المجال والتخصص هذا. جميل. اسمع قصيده يا سعود. اسمع قصيده يقول
يقول من عادتك تسأل إذا غبت ساعة، من عادتك تسأل إذا غبت ساعة، واليوم مر وما لفاني سؤالك، يلي مكون في حشاية جماعة أفرادها قلب تشرب وصالك، في غيبتك صابت عيوني فضاعة، كأن الدموع تقول أشك هالك، والهم شرع للعواد الشراعة حتى تشكك بعضهم في كمالك، ما يدرون حبك أصيل الصناعة، من لب قلبي والعمالة جمالك، مجنون في حبك الحد البراعة، ومذهول من بعدك الحد التهالك. لا يا بعد نبض الفؤاد وصراعة، لو ما بقى حسه بحبه بقالك، ودي أقلك علم ما به نزاع، متوثق فيني الحد التمالك، القلب عن غيرك مسوي مناعة، تحطيمها صوتك ولحظة سؤالك. الله 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 الله، صح الله لسانك يا سعود على القصيدة الجميلة والإحساس الرائع. صح الله أبدًا. الله يسلمك سعود. بالنسبة لبكائك في أحد اللقاءات، يعني أنا كنت أبحث عنك وشفت لك مقطع في اليوتيوب، يقولون أن عنوان المقطع ما أذكره بالضبط، ولكن بكاء يعني سعود المصعبي على على في برنامج مساكم شعر مع الأستاذ عيض المسعود الشاعر الكبير، الشاعر الإعلامي، تحية له. نعم. أستاذي وشاعر. نعم. ومن الأساتذة الكبار اللي أفتخر فيهم. قصة هذه ما أعتقد هو مش بكاء أبدا. نعم. يعني لكن شوي اللي نزل المقطع في اليوتيوب كتب عطى هي الكلمة اللي عبر فيها كبيرة كثير. نعم. بحجم هو ما كان بكاء، بحجم ما هو تأثر. يعني تأثرت أنا، كانت قصيدة مفاجأة جميلة من الشاعر والإعلامي وأستاذي الكبير عيض بن مسعود، أني أنا كنت ضيف البرنامج. نعم. ففجأة فقال أنا عندي قصيدة صراحة فيك سعود، وعد القصيدة. القصيدة كانت تفعيلة كذلك. نعم. وأثرت فيني تفاصيلها، كان دخل في تفاصيل التفاصيل، يعني في حتى في موضوع الاتصال وكذا. نعم. تكلم، فتعرف أنت يوم أنه مثل أستاذك أو مثل الشاعر المبدع أو شخص عزيز عليك مثل أيضا مسعود كذلك أمام الملأ، يعني في برنامج تلفزيوني، ويثني عليك بأشياء أنت ممكن تكون فيك حتى بس ما تشوفها، ما تشوفها فعلا، أو يمكن ما تحس فيها أنت، لا إرادية. صحيح. فيك يعني. صحيح. فتكلمه عن طيبة سعود، فأنا انحرجت كثير من الثناء جزاه الله خير. صحيح. أسأل الله إن شاء الله يوفقنا ونكون دائما عند حسن الظن. جميل جميل. فالثناء اللي أثناه كذلك تأثرت إنه بطريقة إنه الحمد لله رب العالمين، إن هذه الصورة هي اللي موجودة عند الجميع. يعني الحمد لله، وأنا دائما من النوع اللي أدعي الله إن الله يجعلنا عند حسن الظن، يعني سواء عند محبينا وكذلك عند قيادتنا وكذلك عند مجتمعنا. بالعكس. والواحد يتمنى دائما إنه يكون يعني يكون عاكس إيجابي أو نقطة. جميل. إيجابية وبؤرة إيجابية وين ما كان. جميل. هذا عاكس إيجابي وبؤرة إيجابية، هي شغل تدريب وشغل يعني شغل محاضرات. جميل. بالنسبة أوكي، تكلمنا عن موضوع البكاء هذا، ويمكن هو كان مفبرك نوعا ما، يعني مفبرك العنوان. العنوان. لكن أنا تأثرت صراحة. تأثرت. أنا شفت المقطع يعني على موضوع غير هذا المقطع الفيديو، دموعك على شو تنزل؟ جميل. والله انت سالتني سؤال، شو اقول لك؟ يعني انا شوي من النوع، انا صراحه شخصيا يعني يمكن ما يمكن هذا الشيء بيني وبين نفسي صراحه، واتاثر صراحه احيانا اتاثر في امور يا اخي تتاثر فيها. يمكن اليوم امور السياسه نوعا ما تاثر فيها. لا لا لا، انا شخصيا موت الاطفال مثلا وشغلات شخصيا يمكن الامور السياسيه ما تاثر فيها كثير. اكيد المناظر المحزنه للقتل وهاي تاثر، بس مش انا صراحه ما انا مش سهل البكاء واني يعني اتاثر كثير، لكن بعض المواقف سبحان الله يعني ما تقدر ترد عنها. انا ما اقدر اقول لك، انت سالتني سؤال متى تنزل دموع سعود، صعب اني اجاوبك. انا ما موضوع البكاء جميل، يعني احنا تكلمنا عن بكائك في المقطع هذا الفيديو اللي في اليوتيوب، لكن في الامور الحياه الثانيه اتفقنا انه هو مش بكاء، كان تاثر. كان تاثر يعني بنقول، ولكن بنقول يعني في امور الحياه الثانيه، وين تنزل دموع او على شو تنزل دموع سعود المصعبي؟ والله شوف، اكيد الدمعه تنزل، لكن ما حد يعرف متى تنزل. لكني أنا شخصيا من نوع أتأثر في كثير من الأمور، وأقدر أحتفظ بالتفاصيل لنفسي، لكن شخصيا في مواقف تؤثر. يعني اليوم تشوف القتل والتقتيل في موضوع السياسة وموضوع في الأخبار دائما، ويهال الميتين وكذا. والله أمانة ترى أنا مش متابع كثير للسياسة بحجم ما أنا متابع فقط للعناوين الرئيسية في الأخبار. حلو.
يعني كعناوين رئيسية، لكن طبيعي المشاهد اللي المشاهد المبكية هي مشاهد مبكية ومحزنة. إن ما نالت من دمعتك نالت من أبياتك، ولا نالت كذلك من تأثرك كشخص. الإنسانية موجودة فينا كبشر يعني جميع بالفطرة السليمة. لكن بالنسبة لموضوع الدموع أنا أقول لك أنه في لحظات صراحة تتأثر فيها، وإن شاء الله الله إن شاء الله يجعل دموع المتابعين كذلك والجميع يا رب أن دموع فرح وما تكون فيها دموع حزن يا رب. عسى الله إن شاء الله يبعد الحزن على الجميع يا رب. جميل، آمين آمين آمين. إن شاء الله يسمع منك. الموضوع الشعر يعني اليوم بعد هذا العمر، يعني إحنا نقول ما شاء الله عليك أنت لازلت في مقتبل الثلاثين، في بداية الثلاثين، ولكن موجود في الساحة من 10 سنوات تقريبا. تقريبا نعم. من 12 سنة ما شاء الله، يعني ممكن عمرك 18 أو شيء تقريبا. شو أخذ منك الشعر؟ وشو شو 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 خلى يعني فيك؟ جميل السؤال هذا. شو أخذ الشعر؟ صراحة أخذ من وقتي الكثير. يعني أنا أقول لك في المرحلة هذه، مرحلة أقدر أقول لك من 2002 إلى 2012 أخذ مني وقت كثير صراحة. لكن أعطاك أيضا شيء. وأعطاني الحمد لله، يعني أعطاني أكبر مكاسبي من الشعر قلت لك هي الحمد لله محبة الناس ومحبة الشخصيات اللي تفخر في محبتها وتفخر في تقديرها. يعني الحمد لله الشيخ محمد بن زايد وخاصة القيادات كذلك، مثل الحمد لله رب العالمين فضل الله، يعني سلامي كذلك على رئيس الدولة الله يطول عمره، الشيخ محمد زايد، الشيخ محمد بن راشد، نعم، سمو الشيخ حمدان بن محمد، أصحاب السمو الشيوخ في دولة الإمارات وكذلك في دول الخليج الحمد لله رب العالمين، المملكة العربية السعودية كذلك الحمد لله لي تواصل جميل معهم، وفخور في كل معرفتي بكل من الحمد لله كسبنا محبته. فقلت لك هي هو الشعر وكذلك الخلق كذلك له دور كبير يوصلك. فالحمد لله رب العالمين محبة الناس هي مكسب. أخذ مني الشعر كثير وأعطاني كثير، وأنا سعيد بهذا المعادلة اللي كانت بيننا. يعني جميل جميل. موضوع شعر التفعيلة، أنا عرفت تمام بأن لك تجربة في شعر التفعيلة. صحيح. شو اللي خلاك تتجه لشعر التفعيلة؟ رغم أنه يعني أنا اليوم أشوف وايد كثير من الشعراء العموديين اللي كانوا يكتبون قصيدة العمودي اتجه لشعر التفعيلة. الأسباب اللي تخلي الشعر اتجه المتجه. جميل أخوي محمد، التغيير في كثير من الأحيان له مثل ما تقول أثارها الإيجابية، وله كذلك لذته. ممكن يكتشف فيك أشياء أنت ما ممكن تكتب العمودي. خلنا نتكلم عن مجال الشعر، أنا أتكلم الرسام كذلك يحب يجرب أحيانا رسومات أخرى إذا تمكن في مجال معين. الشعر العمودي بحجم تمكنك منه تقوم تدور أنت أحيانا على أشياء تعجيزية كقوافي كغيره، بس يوم تحس أنه خلاص ما في شيء أكثر بودك تبحث عن شيء جديد، تجربة جديدة، شعر جديد مثلا. يعني في عندك الشعر العمودي أو بمختلف بحوره الشعرية وأوزانه وغيره. نعم. شعر التفعيلة عالم أحسه يعني ما له نهاية، وفي اختلافات كثيرة وصراحة ما له حدود. يعني نحن في شعراء تفعيلة سموه تفعيلة يمشون على تفعيلة معينة، في شعراء يقول لك لا أنا من حقي غير التفعيلة في مكان معين. فهو فيه كثير من الخلافات عليه كتفاصيل، لكن للأمانة كلذة جرس موسيقي أنا أحس إنه جميل جدا، يعني ممتع جميل في سماعه. حتى في بعض الشعراء قام يمكس بين التفعيلة والعمودي والتفعيلة، فله لذة المسمعية كأذن موسيقية أذن شاعرية. أنا حبيت أسمع الفترة الأخيرة من الشعر التفعيلة، وكان أول قصيدة تفعيلة طرحتها في أمسية الشارجة في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، والحمد لله لقد صدى جميل، كانت بعنوان ما أجملك. حلو يا سعود، مش رأيك تسمعنا شيء من شعر التفعيلة اللي تكتبه؟ جميل. يقول تكلم عن ما أجملك اللي تكلمت عنها عن مهرجان عدة. يقول ما أجملك سبحان منه كملك، تأخذ من الغيم الصفا، وتأخذ من الحضن الدفا، وتأخذ من الوصف الوفا. ما أجملك سبحان منه كملك، يلي كأن الصبح في طلة محياك ابتدى، ويلي بغيابك ما بقى بي جرح مرتاح وهدى، حتى العصافير بوجودك شوفها غنت لك بما أجملك. ما أجملك سبحان منه كملك، عينك خجلها كم سحرني، لاستحت وأنا أسألك وأدللك وأتغزلك وأحنلك، وآها كما حن لك، وقولها وبكل ثقة وبكل فخر اشتكت لك واشتكت لك واشتكت لك. ما أجملك
حتى خدودك وردها زود علي بجرأتها كانها التحدى جوري ورود الربيع بحمرته ولا كرز شفتك لا منك بديت بعظته وذوب وانا اتأملك واتأملك واتأملك وردد برجفة شفاهي ولجلجت صدري وآهي وقولها وبصوت راهي كل ما أتخيلك ما أجملك والقاك بالواقع ترى أجمل من الطيوف الخيال وكل كله واعترف لك أني كل ما ألتقيك أحسني صاير ملك وانتي منار الهام شاعر أصبح بنبضك ملك حتى تغنى في قصيدة اسمها ما يرمز إلا عن جماله يمثلك ما أجملك ما أجملك سبحان من هو كملك ما أجملك. الله جميل جميل صح لسانك الإحساس الجميل والرائع أمانة يعني أنا تأثرت معاك. أنا ما أدري شعر التفعيله مثل ما قلت يعني يؤثر أكثر لجرس موسيقي على الأذن، لكن يعني مثلا هل النص اللي سمعناه قبل شوي ليش ما حد غناه مثلا وما عرضت على فنانين غيره؟ والله يمكن شوي لأني أنا الفترة مثل ما قلت لك أنا من بداية التفعيله توها كانت إلا من سنة سنتين وحتى ما كتبت فيها كثير يمكن إلا قصيدتين فما كان ما صار في وقت اني اعرضها يمكن حتى بالعكس تحيه لاخوي الملحن احمد الملا يمكن لحن حتى قصيده ما اجملك بس عاد ما تابعت انا ما ادري شو صار جميل فيها وفي تنفيذها جميل. انت لك تعاونات فنيه طبعا واكثرها وطنيه اتوقع نعم اغلب تعاونات الفنيه ما مالك توجه لانك تتجه للشعر الغنائي ولا والله انا اللي اقدر اقول اني انا مش وايد مركز عليه لكن بالعكس لي تجمعني علاقات جميله مع كثير من اخواني وزملائي الملحنين والفنانين. جميل. انا شوقتني اكثر ودي اوجههم تحيه طبعا متشوقتني اني ابى اسمع يعني والمشاهدين يسمعون قصيده تفعيله ثانيه اذا كانت موجوده. والله في عندي قصيده بعنوان شهر يمكن هي جديده بعد. جميل. يقول مر الشهر واليوم أنا عمري شهر وعمرك شهر من يوم جمعنا القدر وأنت القدر وأحلى قدر يجمل جمال أوقات يلي يمتلت كلها عطر أنا أحبك حب أعمى أبصر وقد له شهر يتكلم بليلة ونهارها عن فرح قلبه بشوفها وإن ربي أكرمه وأعطاه لعيون البصر أحبك الحد النظر حبيبتي وش حالك وكيف السهر أنا سهرت لو كنتي في عيني تنامي لين نمت ما تخيل ليلة من دونك أنام وثانية دون الغرام ودونك رسم لي طموحات ومعها أحلام ومجاد ومقام من دونك أنسى كل ترانيم الكلام وحروف شعري دون حسة مالها بانسجام يا غرامي والهيام وحلى لذات الغرام أحبك الحد النظر وانت النظر مر الشهر وعمرنا كمل شهر حبيبتي وانت النظر وانت العمر وانت العطر وانتي مع أحلام البصر يعني بصيرة عمرنا اللي يكبر بري المطر وآه يا صوت المطر اشتكت له لأنها يذكرني بسفرنا يوم طقطق بالدريشة وما أسرنا كان الدفا بحضان نجمل دم الوفا في قلوبنا أنبل وحن الدفا وحن الوفا حتى تناسينا المطر أحبك الحد النظر حبيبتي أعشق غلاك وغلاي بقلبك وحب الكبير حتى لو أننا نختلف في أي شيء ما نختلف أن الهوى إحنا وأن الحب فينا دوم يكبر لأن الأمور أغلاف سطحي حلها دايم بسيط حوار يهدف للرصيد اللي يبني حبنا والجوف ثابت كالجبل والجبل جوهر غلانا ويا جبلنا لا تزيح ولا تهزك أي ريح ما يهزونك بشر ولي شيطان وحسد مدام ربك كاتبك وربك اللي حافظك وانت المحبة والنهر محل العشق محل العمر محل قدرنا اللي جمعنا يا بعد عمري وروحي ويا حروفي ونبض بوحي الزهر ويجمل من انسام الزهر مر الشهر وصار عمري بك شهر وانت النظر وانت البصر ومر الشهر وعمرنا كمل شهر. الله 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 سلام. الله جميل جميل وحتى طريقة عدك للقصيدة يعني دخلتنا في الإحساس أمانة. الله يعطيك العافية. يعني أنا أعتقد بأن الشاعر لما يجرب
يكتب على تفعيله ويكتب على بحور ما كنت كتب عليها أو إن طريقة ما كنت كتب عليها، يكتشف في نفسه إبداع جديد يعني من بطريقة بيلي بيلي أخرى. التفعيلة مثل ما قلت أخوي محمد، التفعيلة لذتها في إلقاها صحيح، ويوم الحمد لله يوم الله يرزقك بنعمة الإلقاء المناسب للتفعيل المناسب في الوقت المناسب، بالعكس هي لذتها في إلقاها، وكذلك يمكن استخدام فن الصوت في الإلقاء صحيح. هذه لذة فن التفعيل وشعر التفعيل. من التفعيل بنتجه اتجاه آخر، وأيضا فن شعري تقدمه أنت، فن الشلة أو فن يعني الشلة نعم. الشلات يعني عرفناك ب ب ب بشاعر يعني، بالإضافة إلى قصائد الجميلة أيضا شاعر وصوت جميل يعني. الله يسلمك. وينك من الشلات؟ ما نشوفك تظهر كثير كشاعر شلة يعني، ما وما أدري ليش الشعراء اللي يمتلكون أصوات جميلة ويمتلكون شعر جميل في نفس الوقت عادة ما يحب إن ينادونه ما ينادونه بشاعر الشلات يعني، أو إنه ما يطلبون إنه وده إنه يظهر كشاعر بس ما يبغى يظهر. الشلات شيء ثانوي يعني. بالعكس أنا شخصيا سعيد في الشلات، يمكن الحمد لله رب العالمين الأمسيات اللي جمعتني وياك. نعم. أن أخوي نعم. محمد شاعر ما شاء الله كبير ومعروف، جزاك الله. كذلك أنت مبدع جدا في مجال الشلات يعني، وتعديت كثير المراحل. أنا يمكن تشاركت معاك في مهرجان مسقط، في أمسية مسقط. نعم. أنا الشلة يمكن تعودت في أمسياتي أني أنا أختم الأمسية بشلة، يمكن أنا شوي مش مركز على الشلة كفن كثر ما أني مركز على الشعر مثل ما ذكرت. جميل. لكن بالعكس أنا صراحة استمتع بالشلة وأحبها وأحب متابعتها صحيح. وأسمع الجمهور يعني أعرف أنهم يتابعونه ويحبونه، خاصة ما شاء الله الجمهور السعودي وايد محب الشلة. شفت لك دويتو مع عيضة في فترة من فترات كان يظهر على النجوم صحيح. أخوي يعني الفنان العزيز عيضة بن ضناف المنهالي أوجه له كل تحية. نعم. جمعتني معاه أمسية شعرية في مدينة العين. نعم. وكنا شلينا شلة مع بعض كانت نعم في شلة الشيب الفلاحي. فاست نعم. كنت سعيد جدا بهذا الدويتو في عالم الشلة مع أخوي الفنان عيضة المنهالي، وله أجمل تحية. جميل. اليوم الشلات يعني تفتقر الساحة يعني للشعراء شلة للأسف، ما عادوا مثل قبل، شو السبب في نظرك أنت؟ ممكن يمكن ما أدري والله، يمكن عدم التسليط الضوء عليها أكثر، أو يمكن المنابر مالها يمكن قليل، مش عارف بالضبط شو السبب. صحيح. لكن للأمانة هي فن إماراتي موجود، لها متابعين لها محبين. صح. في الأمسيات الشعرية لها ميزتها، وكذلك الشعراء اللي هم شعراء وكذلك يعني عندهم نعمة الصوت الجميل والشلة، أنا أشوف إن حتى هم مطلوبين أكثر يعني. فعلاً لأن يعني تعرف التوثري أنت كأنك تجيب اثنين في واحد فعلاً وهذه ميزة يعني يمتازوا بها الشعراء، لكن ما أعرف في بعض الشعراء يعني يتهربون نوعاً ما من هذا الشيء. ودنا نختم معك بقصيدة، ولكن ودنا نسمعها كشلة يعني كعادتك لما تختم أمسياتك لما نختم معك بشلة. الله يسلمك والله إن شاء الله في الشلات يقول الجاذبية قال والجاذبية قلت عندي أنا غيرة، الجاذبية في عيون بدوية بالذات في هذه لها سيرة، قالوا لي يوتن راعي العبقرية ومكتشفها قيلتنا خير يا طير بعيونها شفتنا الخير بعيونها إلا قضية قضية بعيونها ألقى ورود وعصافير بعيونها ألقى بها الأنجهية بعيونها ألقى وشو بعد بعيونها لجودية وشو بعد بعيونها فيها
التصوير أنا أشهد إنها حالة فلسفية ما هي بحاجة لا حدث وتطوير الجاذبية قالوا الجاذبية الجاذبية قلت عندي أنا غير الله صح على لسانك وصح صوتك الجميل وأداءك تميز بأمانة. أنا والله أخوي محمد يمكن بفاجئك يمكن الحين بأخذ دور المذيع يعني. لا لا لا, لا أنا ودي إني صراحة أسمع شلة من محمد إن شاء الله حتى لو أتشارك معاك في بيتين ما في مشكلة لأن أنا صراحة من المحبين بعد أداءك وشلات وصوتك أنا فإذا في شلة أنت الحين حافظنها وأنا عارفنها أنا مستعد إني أشارك فيها. ما أعرف والله أنا ما في بالي ما محضر شيء بأمانة يعني ولكن ما أدري الشيب الفلاحي متقلت قبل شوي ممكن أكون الشيب الفلاحي من ده من عندك عندك طعمرك ولا من عندي خلاص يلا عندك 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 اليوم بديت ذكر اللي بسط سبع بوتات واللي رفع سبع بلي عمدها والكار اللي صار غيثا للأجواد لا قبلها صارت ولا من بعدها زايد على كل العرب الوفا زاد سقى المراجل وقف عددها حلحيل حلو المر زرع حصان كبدا يداويها وكبدا لهدها حتى العجوز اللي ورا شطب بغداد سمت على الشبل فلاحي ولدها تبغى يطلع مثل زايد ولا فان ولا كل من عز الطويل صعدها بديت ذكر اللي صصد سبع بوتان واللي رفع سبع بلي عمدها والكار لا قبلها صارت ولا من بعدها الله الله الله, الله عليك الله عليك يعطيك العافية الله يعافيك يا سعود يعني أشكرك على هذا يعني البادرة منك منقول لا بالعكس يعني أنا سعيد وهذا إبداع أنا سعيد فيه منك أكيد أنا متأكد أن المتابعين بعد سعيدين في هذه الشلة ومثل ما أنت فاجأتنا في أسر نحن فاجأنا كل الطلب هذا نحن اللي سعيدين بوجودك وتواجدك معنا في برنامج جمالي نشكر تواجدك وجودك معنا وبلا شك أنك كنت إضافة جميلة لهذا البرنامج الكلمة الأخيرة اللي تحب توجهها للجمهور اللي شاكر لك أخوي محمد شاكر لطاقم العمل في برنامج جمالي شاكر كذلك لقناة النجوم وعلى رأس الأستاذ السهيل أوجه له أجمل تحية شاكر لجميع المتابعين أشكركم على متابعتكم وأتمنى إن شاء الله أني قدمت الشيء المناسب وأكون عند حسن الظن دوم يا رب وسعيد بجميع متابعين ونتمنى دوم أن نقدم الشيء المتميز ونشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله إن شاء الله إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام لقاءنا مع الشاعر سعود المصعبي رح نستضيف معنا شاعرنا الثاني لكن بعد هذا الفاصل طوال اليوم نستمع وطوال اليوم نشاهد وطوال اليوم تصلنا الكثير من الرسائل منها ما هو جيد ومنها ما هو رديء منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب منها ما هو مفرح ومنها ما هو محزن نتبادل الصور نتبادل فيديوهات نتبادل تسجيلات نتابع مسلسلات وبرامج وأعمال نكتب ونطرح آراء وآراء نرى ونسمع
واليوم، اليوم فقط آن الأوان لكي نتكلم. أسمع أرى وأتكلم، أنا مريم الكعبي. عدناكم مجددا متابعينا الكرام، متابعي برنامج هماليل، مع شاعرنا الثاني لهذا اليوم. شاعرنا شاعر احد الشعراء الرواد في الساحه الشعريه في السلطنه، له حضور بشكل كبير على مستوى المهرجانات، سواء كان على مستوى دول الخليج او حتى على مستوى سلطنه عمان. ايضا له يعني بروز في خلال الاعلام المقروء من خلال ابراز اسماء شعريه شابه في السلطنه. ايضا يشرف على ملتقى شعري او ملتقى اوزان الادبي اللي يعني بدا في نسخته الاولى. رحبوا معي بالشاعر عبد الحميد الدوحاني، مساك الله بالخير يا ابو عوف. الله بالخير اخوي محمد، الله يسلم كيف الحال. يعطيك العافيه ان شاء الله، معني بك من هيك الدار، وانت يعني اخو عزيز، ولكن يعني بلا شك ان وجودك في البرنامج اضافه للبرنامج. تشريف تشريف طال عمرك. الله يسلمك ابو عوف. يعني ابتعادك عن الساحه الفتره الاخيره مختفي، يعني ما شفنا لك امسيه بنقول يعني كبيره بمستوى الأمسية اللي جمعتك بالشاعر الكبير سعد علوش في مهرجان مسقط. نعم. في سنة 2008. وين هالاختفاء يعني على مستوى بنقول الأمسيات على الأقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا والله تعرف أنت هي مراحل. فعلا الشاعر يمر مرحلة أحيانا ما يلقى وقت أنه يقعد في البيت من الأمسيات. نعم. واحدة وراء واحدة، أمسية وراء أمسية، يعتذر عن أمسية تطلع على غيرها، وفترة تجي فتور يعني. لكن أنا ما أقول لك فترة الفتور هذه، أنا ما منقطع عن الأمسيات. نعم. بس اهتمامي أولا يعني الإعلامي، تحرير صفحة الشعر الشابي عندي في جريدة الزمن. يعني هذه لها وقت. نعم. تنظيم الأمسيات، يعني مجال التنظيم سواء الملتقى ملتقى أوزان أو أمسيات أوزان. نعم. اللي هي طول السنة هذه. نعم. شغال فيها ما شاء الله. طبعاً ما ممكن أن أحط نفسي في وسط أمسية من هذه الأمسيات وأنا المشرف على الـ. صحيح صحيح جميل. بالنسبة للشعر، يعني الشعر، ما أنا كنت أحد الرواد في مجال الشعر، نتكلم حتى على مستوى دول الخليج، يعني سبب أن الشعر ما صار لهذاك البريق اليوم في الفترة الحالية، ما نشوف لهذاك البريق اللي كان عليه قبل 7 أو 8 سنوات بداية طفرة الاهتمام بالشعر على مستوى الإعلام. ليش اليوم ما عاد لهذاك البريق؟ شوف يعني كان الشعب الخليجي بشكل عام الشعب العربي يعني حتى تحدثهم بالشعر. نعم. فكان في لهفة شوق علشان أنهم يكونوا قراب من الشعر من الشعراء. جاءت القنوات الفضائية بشكل مفاجئ كذا، طفرة صارت. يمكن في نفس الفترة أطلعني يمكن 10 قنوات للشعر شعرية. أيوة. مع بعض. فالقنوات هذه ما أقول لك حصل التشبع. نعم. لكن خلاص الناس يعني من وين ما يحطوا يحصلوا الشعر هذا موجود. كثرت المواقع الإلكترونية، كثرت الوسائل سواء بالهواتف أو بالأجهزة الأخرى. يعني هو ما يعني مثل ما تقول صار فتور في الشعر، الشعر يزيد بس تقبل الناس يعني شعر 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 صار نوع من الملل. ايوه فعلا. في ناس غيرت وفي ناس وقفت اطلاق، ما يحبوا الشعر ابدا مطلقا، واللي يحب الشعر ترى عنده وسائل يعني عده اتجاهات، من وين ما تقبل اي اتجاه انت تحصل وسيله شعر قدامك للشعر. نستفتح معك بقصيده يا ابو عوف، يعني ودنا متعطشين نسمع قصيده منك في البدايه. في البدايه بقول قصيده حافظنها عشان ما اتلخبط. جميل. ايوه. اخذي السوالف كلها تفداكي واستلطفي ظل النسيم الحاكي
ما قلت أنا يا سيدة أخذ الهواء وشو الهواء يا سيدة لولاك تجرحني الدنيا وتوه بغيها لا من طريق غيابش وفرقاك أو ما علمت بأنني لولا الهوى ما جف طرفي قبل أن ألقاك فتوضي قدري فإني مغرم تاهت شواطئ غربتي تنعاكي ما جبت أدراج السوالف والحكي إلا عشان عيونش ومسراكي كل الجهات اللي معي تستقبلش قلبي وأعضائي وطرفي الباكي وتجي لغاتي في ضلوع تهزني مجبور قلبي كي ينال رضاكي حتى لساني قام يتعوج معك الله مرة يقول لك شو ما بالآكي الله مرة يقول لك وينش انت اشتقتلش تشربك تعقب الغياب أسلاكي الله ومرة يقول شكون قال لك تبعدي مزيان قربك صدقين أبغاكي تعددت لهجاتي وانت السبب شلتيني من وكري إلى منفاكي خبأت أشواقي بداخل معطف فجرت تسيل على رؤى عيناك يا جارة الوادي طربت وعاد لي ما يشبه الأحلام من ذكراك ذكراك مو من طيب قلب تمرني متمردة يصير تشبه فلاكي أخذي عناقيدي على كيف الغلاء وتعمدي طيفي قسى أشواكي وتمردي في دنيتي يا دنيتي وأخذي السوالف كلها تفداك الله 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 جميل سلام. جميل صح لسانك يا ابو عوف انا النص سامعنا من قبل ولكن يعني احساس اني مباشره أنا اسمعه هذا شيء اجمل واجمل يعني صح بدنك هو هذا النص على فكره يعني يمكن النص الوحيد اللي متكرر عندي سواء امسيه سواء برنامج جميل في الامسيات لو ما قلته الجمهور ينادوني جارة الوادي والله جميل يعني وش كثر هو جميل انه يكون للواحد يعني شيء مثل العلامه كذا في مع اني كنت كاتب لنا في 2005 يعني الحين قديم يعني صحيح تقريبا 14 سنه ما شاء 2005 ولا 95 2005 2005 نعم 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات جميل ابو عوف بالنسبه للشعر المليون النسخه الاولى بنتكلم يعني اذا كان لك مشاركه المفترض انها كانت تكون في النسخه الاولى بس ما شفناك فيها يعني ما شاركت رغم انه يمكن نوعا ما حد من اللي من جيلك ما بقول من جيلك ولكن من اصدقائك المقربين اتوقع انهم شاركوا مثل حمد الخروصي اتوقع يعني مثلا شارك انت ما شفنا لك مشاركه يعني في الموسم الاول الاسباب والله شوفوا كان الموسم الاول غامض بالنسبه لنا احنا ما نعرف شو شعر مليون يعني ايش يعني كيف راح يكون هي مغامره نعم في نفس الوقت يمكن يعني الحظ ما حالفني اني اوصل انا ما رحت حقيقه ما صرت لكن كان في تخطيط للمشاركه بعد ما شفنا النسخه الاولى شفنا النجاح الاعلامي لشاعر مليون في المقابل يعني النجاح الاعلامي شيء على شيء يعني شيء على حساب شيء اعلام على حساب شعر فبالنسبه لي انا ما يخدمني انا راح يضيع علي اشياء كثيره يعني انت قصدك ان مثلا الشعر منون اهتم بالاعلام اكثر ما مهتم بالشعر كشعر أكثر. يعني صار ابرز اسمه اكثر ما هو ابرز الشعر أيوة. عليك نور يعني هو طلع شعراء انا اقول لك الشعر مليون يعني فعلا شعراء اللي نعم. وصلوا يعني جميل وأنا أقول إحنا محظوظين يعني بهذا البرنامج إن يعني تعرفنا على مجموعة شعراء حقيقة يعني أو الشعر الحقيقي اللي إحنا محتاجين إننا نسمعه موجود في شعر مليون بس من جهة أخرى في ناس ظلمت يعني هذا مفروغ من الكلام هذا ممكن ظلم بس تكلمون بعض الناس أبو عوف لو بقطع بكلامك إنه أن شعر المليون والمسابقات بشكل عام لابد أن تجد فيها يعني محسوبيات ترى هذا اللي لأن الموضوع إعلام وكذا فلازم أنا أبدي حد على حد لازم وبعدين العاطفة لازم تدخل نعم. يعني شئنا أم أبينا وجود العاطفة لازم جميل إذا العاطفة موجودة فعلا أيوة. بس بالنسبة لي أنا يعني ك مسلسل طويل من المشاركات من العطاء ومن غيره لا من العطاء والعطاء اللي يعني الفعال والبارز ما استبعد انه حد من اولادي حد من بيتقبل يعني تلاميذي فعلا يشاركني مثلا ويتجاوزني من اللي جميل الوضوح هذا يعني انا اكون مقتنع انا مقتنع نعم بالمستوى نعم لكن بالصوره
شوي الصورة نعم. تكون جارحة نوعا فعلا ما. فعلا حتى لو لا قدر الله مثلا ما وصلت ل 48 وهذه أيوة. يعني يمكن تكون يعني لا تتقبلها انت على نفسك ولا حتى اللي حولك راح يتقبلونها ولا شك انه يعني لك اسبابك واسبابك مقنعة بلا أكيد. شك أكيد. مشاركة العمانيين في المسابقات هذه رايك بمسابقة فيهم كشعراء يعني اللي شاركوا ووصلوا بنقول في المسابقات هذه رايك بهذه التجارب يعني هو من ناحية شعراء العمانيين كلهم اللي وصلوا مميزين مميزين اللي وصلوا مميزين من الموسم الأول إلى الموسم الحالي نعم بس البعض يقول يعني لو بقطع بكلامك أبو عوف أن الموسم الحالي هو فعلا الأقوى. المحك الأصلي لشعراء عمان يعني أنا شخصيا متابع أو متوقع بأن الشعر العماني أو الشعراء العمانيين في هذا الموسم هم الأفضل عن كل المواسم السابقة مع احترامي يعني مع احترامي لكل المواسم اللي شاركوا العمانيين يعني مبدعين بشكل عام ولكن هذا الموسم فعلا يعني برزت أسماء يعني قوية جدا ومختلفة عن ما يقدم من في السابق الموسم هذا والموسم قبل الأخير أيضا الأخير أيضا صح. اللي كان في فيصل فارسي فيصل نعم هذه مجموعة كانت في جامعة سلطان قابوس نعم. اللي هي جماعة الخليل جميل. فمحتكين مع بعض ياخذوا يعطوا مسابقات انا حكمت المسابقه هذه نعم. يمكن اربع او خمس مواسم معهم نعم. مسابقه الخليل نعم. في شاعر الخليل وفي شاعر الجامعه وفي نعم. مجموعه مسابقات فاكثر من حوالي يمكن خمس مسابقات انا حكمت معهم والشعراء هذه الاسماء تتكرر علي على نفس يعني هي الاسماء يعني من السنه نعم. ايوه من السنه الاولى نعم. الين يتخرجوا نعم. انا معاهم يعني نعم. موجود فأتفاجأ بالأسماء كل مرة يطلع لي حد نعم. فمتوقع أنه بعد فترة هذه الشعراء راح يعملوا نقلة تفجير نعم. في الشعر وهذا اللي حاصل يعني من الموسم الماضي وجاي اللي حصل أنهم هذول كلهم جايين من الجامعة صح. ثقافة احتكاك بشعراء مسابقات عندهم تنافس غريب فعلا يعني اللي طلع من التصفيات يصفق حق الأول فعلا وبعدين يحضرون لبعض يعني أيوة. شاهدنا حلقات شعر مليون لو تتابع ان يعني هم كانوا يتنافسون في شعر مليون للوصول للكرت الوصول ل 48 لكن اليوم لما وصل احدهم يعني لل 48 وفي حلقته تحصل كل الشباب بالضبط. حاضرين بالضبط. كجمهور وهذا شيء جميل واعتقد انه مش موجود بالضبط. في كل الساحات لا هذا اللي حاصل معانا احنا في الفتره يعني من ثلاث اربع سنوات وجاي احنا لما يعني سابقا بأمانة نتكلم عن أمسياتنا السابقة إحنا لما تكون لنا أمسية أنت كشاعر كم في الأمسية ثلاثة شعراء أربع شعراء يمكن يحضروا غير الشعراء هذيلا أربعة أو خمسة بس صحيح. بس صحيح. الباقيين يعني حضور لكن الفترة الحالية خصوصا الثلاث سنوات الأخيرة تجد إنه الأمسية يعني فيها في القاعة في الحضور ما أقل من 30 40 شاعر فعلا وهذا شيء جميل مش الحضور انا ما اتكلم عن الحضور انا اتكلم عن الشعراء اللي موجودين في الحضور كشعراء ما اقل من 30 جميل وهذا يعني جميل. قبل فتره كان عندنا بدر اللامي نعم شاعر مميز طبعا في سعودي نعم. شاعر جميل جدا جاء وتفاجأ بان القاعه كلها شعراء فعلا فقال انا ارحب بمن يعني يقول انا اكون في قاعه مليانه جمهور ما عندي مشكله صح بس قاعة مليانة شعراء فصعب علي أني أنا أنتقي من القصائد جميل إذن كأن في كلامك تلميح أو أن يمكن أنا أدري بالساحة العمانية كأن في كانت شيء من الخلافات أو شيء من يعني بعض الأمور والحساسية بين الشعراء ما بنقول الجيل الجديد واضح بأنه جيل ما شاء الله مع بعض يعني هل فعلا في كانت هذه الخلافات موجودة وإن كانت في حزبية أو تحزب نوعا ما في الساحة العمانية لا أنا أقولها بالحرف الواحد يعني هو شوف هو كل مكان سواء في الشعر في المسرح في الرياضة سالفة مش تحزب هي إنه يعني شيعتي وشيعة أهلي وشيعة غيري هذه موجودة في كل مكان فالشعر واحد من المجالات فلازم الواحد مثلا عنده مجموعة عنده جروب خاص عنده ومثل ما قلنا قبل العاطفة موجودة لكن يمكن تكون سابقا شوي أكثر أيوة فاللي حاصل يعني ما كان في مجال
مثل الوقت الحالي. الوقت الحالي كل الشعراء متعارفين. صحيح. إذا في أمسية في مكان تقريبا 80% من الشعراء عندهم خبر. عندهم خبر. عندهم خبر. صحيح. ما مثل قبل. صحيح. يعني أول حاجة سابقا الوسائل تعرف لازم اتصال. فعلا. أو رسالة أو غير. الحين في يعني تويتر موجود. تويتر وواتساب. واتساب موجود. المنتديات والشغلات هذه. صحيح. موجودة. فيعني وسيلة إني أنا أخبرك عن الأمسية هذه صارت أسهل. أسهل شيء. أسهل ما يمكن. أسهل حتى يعني كانت أول تكلف مبالغ، اليوم ما تكلف مبالغ. ما تكلف شيء أبداً. فعلاً. فعلاً. يعني. أيوة. فعلاً. جميل. نحن شفنا الأسماء هذه يعني للحين ما شاء الله اللي موجودة وبارزة في الساحة العمانية. نتكلم عن الشباب. هذول الشعراء نفسهم أنا استضفت أكثرهم يعني معي. الكل يتكلم عن موضوع المسابقات الشعرية في السلطنة. أيوة. يقول بأن المسابقات الشعرية في السلطنة صحيح أنها تطلع شعر، ولكن مش هو هذا الشعر المطلوب في المسابقات والخارجية كشاعر المليون وغيرها. يعني ليش يعني المسابقات الشعرية في السلطنة على كثرها وعلى يعني جودتها وجودة الشعر فيها يعني توجهها توجه آخر غير ما يطلبه الجمهور الخليجي بنقول، أو الجمهور بشكل عام؟ يمكن حتى الجمهور في السلطنة ما يحب نوعية الشعر اللي تخرج من 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 المسابقات في السلطنة. أنا تكلمت عن الموضوع هذا قبل الأسبوع الماضي. نعم. كان حوار مع الشاعر علي الغنبوصي. نعم. هو متأهل من متأهل الـ24. أيوة الـ24. فعملوا معي مداخلة معه، فنفس النقطة هذه ذكرتها يعني سالفة المسابقات عندنا احكرت الشاعر في مجال معين. في مجال أني أنا أكتب شعر شعر كثير نخبوي. أيوة. فالشعر هذا ممكن يعني أحيانا يورطك أنك ما تلقى حد يسمعك. ما أيوة. لأنك أنت أحيانا تحس بعض النصوص للأسف أنت تتكلم نفسك. صحيح. ما في أحد يفهم. في النهاية تتفاجأ أن هذا النص فاز. فاز كيف فاز؟ الله العالم. أنا مشارك يعني والنص هذا لزميلي فاز، بحاول إني أكتب مثله. صحيح. وهذه النقطة ضيعت كثير من شعراء. عندنا شعراء مسابقات فقط. يعني يفوزوا في المسابقات لكن حطه في أمسية ما له شعبية. ما ضيع. أبداً. فعلاً. وفي شعراء لعبوا على الجانبين لكن يعتمد على أسلوب الشاعر نفسه على لجنة التحكيم. لجنة التحكيم إذا بنتكلم عن لجنة التحكيم. أيوة. الأسباب اللي خلت الشعر يتجه المتجه هل هي لجان التحكيم؟ لجان التحكيم منو بالتحديد؟ والإطلاع كثير يعني كانوا معظم شعرانا إطلاعهم على اتجاه معين. اتجاه يمكن هو الاتجاه نفسه يعني. أيوة. حتى اتجاه كان فترة من فترات حتى النشر يعني في السلطنة. أيوة. يعني كان المتكرر. أيه. متكرر نفسه كل واحد ينسخ الثاني كل. أيوة. واحد ينسخ الثاني يعني في حتى مصطلحات يعني صارت مترابطة سبحان الله كل الشعراء. أيوة. صاروا يكتبونها رغم أنهم يعني من بيئات مختلفة يعني ولكن صح. كأنها صارت هوية للشعر. أيوة. هو هذا السبب الرئيسي يعني واللجنة التحكيم طبعاً لها الدور الأساسي. الأساسي. أنا واجهت الشيء هذا لما. نعم. حكمت. حاولت أنك تغير. حاولت أن أغير في البداية. اللي حصل أنه بعد ما انتهت المسابقة في كثير طلع نقد على القصائد الفائزة اللي أنا حكمتها الأول الثاني الثالث. هم تعودوا على نهج معين. أيوة. في طلع نقد كيف نص عادي مثل. صحيح. هذا يفوز. صحيح. بس أنا أقول يعني أنا ما من باب أني أنا يعني مثلا غيرت أو شيء أبدا. هو التغيير من الشعراء أنفسهم. نعم. نعم. لكن أنا أقول بعد ما يعني الشعراء هذه اللي فازوا عندي أنا في سواء مسابقات الجامعات أو المسابقات الأخرى كلهم وصلوا شعر المليون. فعلا. معناته أنت أحد من. أيوة. قادوا هذا التغيير يعني نوعا ما. يمكن هذه ما تقولها أنت كذا ما نحن نقولها يعني. اللي موجودين في شعر المليون الحين 5. نعم. 4 منهم كانوا فايزين عندي. معك أنت. معناته يعني أنت من الناس اللي ساهمون في التغيير. راح نسمع قصيدة ومن بعدها بنطلع الفاصل. نسمع قصيدة. من بقايا عام 1009 جروح وغرام صورة ما فارقتني وانتشي بغبارها يا صباح السكر المخنوق بفواه الكلام يا صباح السكر المخنوق بفواه الكلام أنا جيت أعشق عيونك
واحتمي بوكارها سيدي هون علي الطعن في الميت حرام كل سيرة ما تجيبك ما حسب مقدارها شوف هذا الجرح فاضح من غيابك فاض قام ارحم أوضاعي وخفف سيدي بقدارها قسم جروحي على كيفك على بسط ومقام ثم لملمها وعالجها وفك أزرارها شوف حالة هالقلوب بدون ميعادك ظلام يا أخي حن لهالمرافي واعتني بأسرارها طيب إيش مطلوب مني لجل أكسب احترام قلبك اللي ما بقى بحارة ما زارها الله طيب إيش مطلوب مني لجل أكسب احترام قلبك اللي ما بقى بحارة ما زارها الأماكن جرح ساكن لو تنام الجرح نام والمرايا تعكس الصورة على منقارها لا تعد جروحي الألفين والمقدار عام والسبب صورة أناظرها وعس أخبارها الله الله جميل جميل صح لسانك يا أبو عوف صح بدا مواصل معاك الحوار يا أبو عوف لكن مشاهدينا الكرام راح نطلع لهذا الفاصل ومن بعدها نواصل إن شاء الله بلادي منورة بنورها وكل شيء يخص دولتنا الحبيبة تابعوا ويانا في بلادنا اليوم أنا حسين العتولي أنا أمل محمد أنا ريهام علي أنا أميرة المشهراوي برنامج بلادنا اليوم يوميا من السبت إلى الخميس في الأوقات التالية أسعد الله مساكم نشرة الأخبار ونبدأها بالعنوان بدأت فعاليات سباق وردنا الآن ينتخب الإمارات www.nujumtv.com عدنا لكم مجددا متابعينا الكرام متابعي برنامج جماليل مع شاعرنا الشاعر عبد الحميد الدوحاني مساك الله بالخير الدوحاني الله يمسك بالخير الله يسلمك بعض ما أننا قاعدين نتكلم عن الشباب يعني شعراء الشباب في السلطنة يقولون بعض الشعراء الشباب يعني بمن نحتك فيهم يعني يقولون إن في فجوة بين الشعراء الرواد بنقول يعني أو الشعراء من يكبرهم سنا يعني وبين شعراء الشباب وبينكم يعني أنتم في 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 فجوة صايرة يعني هل فعلا هذه الفجوة موجودة بينكم؟ والله هذا ممكن السؤال هذا توجهه لشخص غيري أنا. ليش؟ لأنك أنت الأكثر تواصلا يعني. لأني أنا حتى. الأكثر تواصلا مع حتى الشباب. حتى ساعات يعني أحس بأني أنا يعني مش الأقرب لهم وبس. صحيح. أحس إنه ما في شاعر طلع إلا لازم يمر علي. عليك أنت. أيوة. سواء في النشر، سواء جميل. حتى في بدايتهم في الأمسيات. نعم. آه كأنهم يتكئوا. علي مع اني يعني احيانا اكون لا ناقه لي ولا جمل بس استحي ارد حد منهم جميل يجيني والله انا ابغى برنامج ابى اطلع في التلفزيون برنامج يعني ابى اظهر في التلفزيون ابى اسجل في برنامج ادور برنامج اساسا انه يظهر فيه عشان انه يظهر فيه يعني جميل يجيني واحد والله انا ما عملت امسيه خلاص ما يهمك متى فاضي عملوا له امسيه خل سالفة النشر هذه طبعا مفروض تقريبا حتى في النشر يعني ما شاء الله لك دور كبير يعني للشعراء الشباب في السلطنة منهم يعني بداية بروزهم كانت خلال النشر في بجريدة الزمن انا كان في السنة الاولى اللي مسكت فيها الزمن اللي هي عام 2009 نعم. كان عندي باب اسبوعي اسمه حسب ما اذكر على الطريق جميل على الطريق هذه طلع شاعر جديد كل عدد الله كل عدد شاعر نور الشعراء الإداد اللي طلع من خلال هذا والله واليوم بارز اللي موجودين الحين معظمهم يعني فهد الأغبري الحين شاعر من ضمنهم فهد الأغبري أنا حتى عندي نسخة موجودة نسخة عندي ما شاء الله كان على الطريق جميل أول نص أنا جميل أنا أنشر له جميل فهد الأغبري يعني مجموعة كبيرة مجموعة أحمود بن وهقة
نعم اللي هو الحين يعني ايضا 48 نجم مميز بغض النظر عن شهر المليون. فعلا هو نجم فعلا في الخليج يعني يعتبر فعلا نجم فعلا يستاهل. فمن ضمن الشعراء اللي طلعوا على الطريق اضف الى مجموعه كبيره من الاسماء فعلا. فاعتقد هذه هي اللي تخلينا انا قريب منهم كثير. فالفجوه هذه انا ما اشعر فيها. انت ما تشعر فيها لكن شو السبب بينها وبين الشعراء الاخرين؟ يعني انت ما شاء الله عليك وانت يعني بنقول يعني اللي يلجؤوا للشعراء اللي في البروز يعني خاصه شعراء الشباب لكن الشعراء الكبار في السن نوعا ما شو سبب الفجوه هاي اللي حصلت بينهم وبين الشعراء الشباب؟ تعرف اول حاجه يعني توجه الشعراء يعني الجيل القبلي يختلف عن توجه الحاليين كتوجه ثقافي كتوجه في الشعر نفسه كأسلوب في التعامل. ممكن هم نظرتهم يقول لك احنا يعني هذا لا يعني الجيل هذا ما تربطنا فيه علاقة كل واحد بنظرته ويمكن ابتعادهم عن الإعلام نفسه ايضا او حتى عن الإعلام الجديد اللي هو السوشيال ميديا مش موجود بالضبط. فهذا اللي حصل اللي اعتقد هو اللي عامل فجوه بين بعض الشعراء الكبار وشعراء الجيل الحالي. جميل. لكن انا هذه الفجوه ما شعرت بها. انت مش موجود عندي لا. ما شاء الله عليك يعني انا اعرف تماما يعني حتى كثير من الشعراء الشباب يعني وصل لي هاي الفكره بان الاستاذ عبد الحميد الدوحاني هو سبب وصولهم هم في بدايه طريقهم. اتمنى لك بلا شك انك انت يعني تشكر على مثل هذه مثل هذا العمل. نسمع قصيده يا استاذ بعوف. قم يا وطن وانفض عن اكتافك الياس. نعم. ردد صداك بضنك وشليم ومجيس مثلك تخلد له هتافات وجراس وإذا ذكر أمثالهم يلعن إبليس مثلك تصف أشعار له ناس عن ناس له تشرق شموس وتحرق فوانيس من حسن حظك دارنا فيك جلاس ندوس فوق ترابك بغير تدنيس ما عاش من حاول يصبحك بنعاس ولا عاش من حاول يدق النواقيس من طارت أسرابك كذا طاح وانجاس ومن رد وأعرابك هنا صاحت العيس ومن طارت أسرابك كذا الكل حراس ما احنا بحاجة مخبرين وجواسيس ومن طارت أسرابك كذا قلت لا باس مدام لك هيبة اكسرت نية إبليس النعق نعق البوم والطيش مقياس وبآخر دروب الفشل فكر يخيس عقول تصنع من غلط تراب هالماس وعقول ما تملى جزا خبث هاكيس وعقول تبني صرح وتكد وتهاس وعقول ودها تهيس وتهيس وتهيس وعقول تلقى جانب الغيم جلاس وعقول ما تلقى سوى الغم جليس يا مجد علي هامتك وارفع الراس وتأكد انك من سلافات عوليس يمين يصبح للوطن صوت وانفاس شمال تتبسم جميع التضاريس يا سيدي يا طيب العرق والساس حنا معك نرقى مع المجد ونميس وقم يا وطن وانت الذي تكسر الياس وردد صداك بضنك وشليم ومجيس. الله الله ايش معنى يعني ضنك صح الله لسانك ايش معنى يعني ضنك والشليم ومجيس على اطراف. جميل جميل. ليش ما قالت البريمي؟ البريمي طويله شوي بس صحيح صحيح صح الله لسانك على يعني القصيده الجميله والرائعه بلا شك. يعني بعوف بما ان نحن يعني نستضيف شاعر عماني وشاعر منقول يعني له باع طويل ما شاء الله في المجال الشعري سبب اتهام العمانيين يعني اتوقع هذا الاتهام يعني قديم لموضوع الشعراء العمانيين بالتحديد انهم شعراء حداثه ورمزيه الرمزيه هذا وهذا سؤال يمكن يكون تقليدي لكل شاعر عماني يستضاف يعني في كل محفل. شو السبب هذا انت في نظرك انت كعبد الحميد الدوحاني؟ هو مش اتهام هو فعلا مو اتهام هو واقع يعني فعلا يعني احنا مشكلتنا اللي تعودنا عليها خلاص الشاعر العماني حتى يعني لما نطلع برا الشاعر العماني احيانا يسهب في الحداثه وحتى لو ما كان قصد الحداثه قصيده عاديه الا ان يحط فيها يحوك في محور يعني
يمكن أنا كشاعر ما أفهم وش يقول. فكيف المتلقي؟ يعني أنت أمام عدة طبقات، أنت ما تخاطب طبقة واحدة، يمكن القصد الرقي بالنص، لكن الرقي المفرط أحياناً يضيع. أنت ما تجد عندك أحد. يعني أنا مرة عملت أمسية في البحرين، فبعد الأمسية كلمني إعلامي سعودي، قال أنا استغربت يعني من وجودك، أنا ما عندك الحداثة وال... وش الغريب؟ قال يا أخي الشاعر العماني بالعادة لما نسمعه إحنا ما نفهم ما عليك. نفهم فقلت له يعني بالعكس، يعني أقول له إحنا معظم الشعراء العمانيين يكتبون نفس أسلوبي، وفي اللي أفضل وفي اللي أحسن. يعني قال أنا ما سمعت. صح، يعني يمكن حد عندك أنت مثل ما تقول، لكن أنا ما سمعت. صح، يعني هو هي الحقيقة هذه. يعني معظم المشاركات سواء محلية أو الخارجية أو خارجية أو مسابقات، بس الحين تغيرت تغيرت فعلا السنوات الأخيرة، لأن اكتشفوا يعني أنهم على خطأ فعلا فعلا. يعني بس هي سبب انتشار الحداثة أتوقع أنها كانت أيضا المسابقات المحلية، المسابقات المحلية، التشجيع اللي ما في مكانه. أها فعلا. الله الله إيه الله، على شيء أنا ما فاهم، ما فاهم. أنا بقول لك سالفة، يعني أو إذا كان يحق لي أنا كمقدم للبرنامج، إن في أحد الشعراء العمانيين الأصدقاء يعني العزيزين علي وكبار في السن أمانة، قال لي بعد ما ظهر من أمسية، قال لي أنا أتحدى إذا واحد من الجمهور فهم شيء من اللي قلته. أنا قلت له هل تعتقد بأن هذا الشيء صح؟ إذا يعني إذا هو يتحدى يعني إذا ليش يعمل أمسية حق من؟ صحيح، يمكن ظاهر أنها فيها نوع من الغرور، يعني بأن أنا اللي أكتبه ما حد يفهمه، مش سهل. إيه بس أنت 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 في النهاية يعني الشعر اللي تقوله تخاطب فيه ناس. صحيح، ما تخاطب نفسك. فعلا، يعني أو يعني مثل قصيدة اللي كتبها مانع بن شلحاط في الحداثة، يقول لك يا نهود البحر. البحر. زعلوا عليها عدد كبير من الشعراء يعني. فيعني هو التشبيه والتصوير اللي هو جابه ما كان غلطان أبداً. صحيح صحيح صحيح، هذا اللي حصل. يتسلق القمر وفعلا فعلا هذا اللي حاصل. ودنا نسمع نص، لأن عقب بنرجع لمحور شوي، ومحور يعني بنتكلم فيه كثير. كلهم راحوا، كلهم راحوا عسى ما شر، لوحدك بقيت تعتقد في صدر يوسع هالحزن وانت معاي. يا جرح المسافة، ما عرفت انك نويت، كان تفكيري يمر الصبح وتنفس دفاعي، هذا قلبي يا عساه يموت يوم اني جفيت، وانت بإحساسك تخلي نكهة الغليون شاي. في حضورك قلب أخضر يبني لهالعمر بيت، ولا يخرب بيت قلب ما درى عن إيش جاي. لا تلوم القلب، لا تلوم القلب، والغفلة تحل وما دريت، لا قفل 2000 باب يطيح بالحوش أصدقائي. يا كثرهم، يا كثرهم لا دروا إني مع الرحلة سريت، ويا فراغ يتركونه لا بقى صوتي وصدائي، إلا أنت من صدم فكرك وحلقت ورقيت، لين عانقت السحب والنور في قمة فضائي، في عيونك جرح من سواه رغم انك وفيت، يلعن ام المغريات ان كان خليتك وراي. جيت اكبر من سوالف هالزمان، ويوم جيت طار سرب تشكلت غيمه من اللهفه بسماي. احترامي احترامي لالتفاف الغيم لحظه ما بكيت، ويا عسى ما خاب قلب لفته طويت رداي، مستعدة تبع مسارات الأحبة بيت بيت، لجل ما يرقون أبواب الفكر والفكر راي. الله، وكلهم راحوا عسى ما شر، بحضاني ارتميت لين ما صاحت من لين ما صاحت حناجر غربتي بصياح ناي، وكلهم راحوا عسى ما شر، شفتك ما جفيت علم أصحاب الغصون اليابسة تطلب رضاي، كلهم راحوا عسى ما شر، بس انت بقيت كنت أعلمهم وفاي، وجيت أكبر من وفاي. الله.
الله 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 صح على لسانك يا أبو عوف، جميل وجميل ورائع بلا شك، أخذتنا معاك في هذا في هذا النص الجميل والرائع بأمانة. أبو عوف، بالنسبة للملتقى أوزان الأدبي أو ملتقى أوزان الشعري، أنت المشرف عليه طبعا، يعني أنا سمعت تماما وقريت في كثير من المقالات اللي تقول بأن يعني صار خلاف على قبل كل شيء، صار خلاف على الاسم، أن في ملتقى في الكويت حصل أو كذا، ويعني عاتبوكم بأنكم ما استأذنتوا وكذا وكذا، ما أدري شو قصة الخلاف. هو شوف، إحنا الاسم هذا في بداية المجموعة لما أسسناها اقترحنا أن يكون أوزان اسم المجموعة، مجموعة أوزان. فأنا بحثت، أنا بنفسي اللي بحثت يعني، ربما يمكن هناك تكون صحيفة، ملتقى، مهرجان. فما مرت علي إلا جماعة أوزان في الأردن، جماعة الجامعة، وهذا الكلام قبل يمكن 4 سنوات متوقفة خلاص، ما في أي نشاط لهم. فإحنا في مجال وهم في مجال آخر، فمش الاسم عندنا في 2010 2011 2012 في 2013 احنا خلاص قلنا بنعمل ملتقى أوزان يعني. حتى مجموعة قالوا لنا نسمي ملتقى مسقط، فقلنا لو عملنا ملتقى مسقط ما راح يكون إلا في مسقط يعني. صحيح. لكن ملتقى أوزان كل مكان، حتى برا عمان. برا عمان، أيوة الاسم يمشي يعني. اللي حصل الأخوة جزاهم الله خير يعني، ما أنهم جو بشكل ودي يعني. صح. في أنا وصلني يعني الخبر، قريته يعني كامل، بأن الجماعة ما كلفوا أنفسهم حتى يستأذنوا، وما كلفوا ما أعرف إيش، وإحنا هذا يعني إحنا المهرجان هذا أقيم في الكويت وكذا، احنا مكملين للكويت. صحيح. واحنا مكملين لبعض. جميل. ايوه يعني جميل. لو انا لو حصلت ملتقى اوزان او مهرجان اوزان الاول اقيم في الكويت، انا بسميه ملتقى اوزان الثاني، ما عندي مشكله. جميل. ولو كان الثاني احنا بنسوي الثالث، لان احنا مكملين لبعض. جميل. لان الملتقى فيه عندنا شعراء من الكويت، شعراء من السعوديه، شعراء من الامارات، شعراء من البحرين، من الخليج عام. صحيح. حتى من خارج دول الخليج. نعم. فما أعرف ليش مكبرين السالفة. صحيح. بس أنا على طول يعني رديت على أنه أوزان هي أوزان الشعر، لا أوزان عمان ولا أوزان الكويت ولا. صحيح. أوزان الإمارات. صحيح. ولا أوزان أحد. صحيح. أوزان الشعر، وفي نفس الوقت هذا ملتقى مستقل. نعم. حبيتوا تكملوا معانا، إحنا نكمل بعض، حتى لو بغيتوا الملتقى الثاني يعني. واحد من الأخوة الشعراء اللي هم الأساتذة يعني قال إحنا إيش رأيك نعمل كل سنة في بلد الأوزان هذا. أوزان. جميل. ما عندي مشكلة. وهذا شيء جميل. قلت له بالعكس، أنا أتشرف بهذا الشيء. ماشي. يعني أنا مستعد إني يعني أساهم معاكم، أدعم باللي أنتوا تريدونه. حلو. الأوزان هذا وهذا الملتقى يعني بعد هذا الخلاف، لكنه ما شاء الله يعني هل لاقى يعني استحسان عند الجمهور، يعني هل نجح بنقول بالأحرى؟ بكل معنى. بكل معنى، لأن أنا سمعت كلام من بعض الشعراء الموجودين في السلطنة. يقولون بأن الملتقى عمان الشعري. أيوة. اللي هو يعني تقريبا أيضا له الموسم الثاني الحين أو الثالث القادم. أيوة. إن شاء الله. أيوة. يقال بأنه أنجح من ملتقى أوزان، أو كأن ملتقى أوزان ليتحدى. لا لا، ما يعني ملتقى مهرجان هو هذا عمان. شوف، أنا يمكن رابع لقاء تقريبا يعاد لنفس السؤال، لأن ما أدري هم فاهمين غلط على أنه في البداية ملتقى عمان الشعري، وبعدين جاء ملتقى أوزان كتحدي لهذا الملتقى. نعم. ما أعرف التفسير هذا على أي منطق جاء. إحنا يعني أنا مشارك في ملتقى عمان الشعري الأول، أنا أحد الشعراء المشاركين. نعم. في ملتقى عمان الشعري، هل بعد ما شاركت أروح أعمل تحدي لهم؟ أنا معاهم في اللجنة، في لجنة ملتقى عمان الشعري. نعم. أنا معاهم في حتى في استقبال الشعراء أنفسهم. آخر ملتقى أنا معاهم الأمسية الأولى للأمسية الأخيرة. حلو. الأول والثاني والثالث، ملتقى أوزان نفس المجموعة اللي هناك هم معنا، فإحنا مكملين بعض. جميل، مكملين بعض. لكن ليش ما صار هو الملتقى نفسه، ليش صار في مهرجانين في نفس الوقت؟ عشان التوقيت. أنت لو لاحظت أن في بينهم 6 شهور. صحيح. كل 6 شهور ملتقى، عشان ما تكون فجوة طويلة سنة. جميل. ننتظر. جميل. فبالعكس احنا يعني، ولا تنسى ان عدد شعراء كبير. اللي يزعل عليك ممكن يريحك من فعلاً. ملتقى عمان ملتقى. واللي يزعل على الجماعه احنا نريحهم منه فعلاً. فهي عمليه تبادل، وما نكرر الاسماء. جميل.
جميل. يعني اللي في ملتقى عمان ما يجون في هنا انت ممكن انك تطلع اكبر عدد من شعراء عمان وتجيب من برا شعراء نجوم يعني. وتشكل بدل ما تكرر. بس في بعض الاسماء يقال انها تكررت مثل مانع بن شلحاط وخالد المحسن اعتقد وخالد لاسباب يعني اسباب هذا اللي اسباب الاسباب ما نعرفها الاسباب والله حتى بالاسم مطلوبين في ناس طالبينهم بالاسم حتى عندنا من عمان شاعرين يعني شاركوا مطلوبين بالاسم من ضمن قبل المنظمين قصدك او من قبل هو ترى شوف يعني بالنسبه للجنه التنظيم تقريبا يعني تكون انا متراسنها يعني نعم لكن ايضا انا احترم الاراء الاخرى صحيح في مسؤولين في جهات مسؤولين يعني ما تقدر تقولهم والله انا لا ما اقدر اجيب اوها بالعكس احنا يعني نلبي رغبة الجمهور ولا تنسى يعني ورع. السنة هذه حمود بن وهقة في شاعر المليون هو شارك قبل مرتين لو يعني أصروا الجمهور أنهم يسمعون مرة ثانية بنجيبة. يمكن يتأهل أنا ما عندي مشكلة نيبة فعلا لأن إحنا في النهاية نريد جمهور صح أيوة نريد نقدم شيء حلو صح للجميع جميل هل في مردود يعني مادي بنقول من مرة الملتقى ولا أنتم بالعكس تبحثون عن من يرعى مردود مادي هذه شلها على جهة أبدا إحنا نكمل من عندنا يا سلام جميل إحنا في النهاية يعني هم بس هذه الطفرة جميلة يعني والله الحمد لله يعني اللي شفناه بعد أوزان إنه يعني تصور في شعراء من خارج السلطنة طبعا نعم يبعثوا لي رسائل يقولوا لي شوف رسالة الشاعر الفلاني ما شاء الله باعث لي رسالة على أن إذا أنت تعرف عبد الحميد الدوحاني وصلني له عشان أريد أشارك في أوزان جميل وهذا شيء جميل مع أنهم شعراء كبار يعني صح أسماء كبيرة طبعا هذه صح وهذا دليل على أن الملتقى ناجح قبل فترة كنا في دولة الكويت معظم الشعراء اللي التقيت فيهم أو حتى إعلاميين في منهم مش شعراء ما في معرفة بيني وبينهم لكن ألتقي فيهم على أول ما ألتقي فيهم يهلا بمدير أوزان أو كذا يعني ألقاب من عندهم جميل فدليل على أن أوزان واصل يعني ملتقى أوزان وصل أنا ما أريد أني أنا أوصل نفسي أنا أريد أوصل الشعر بنفسه يعني عندنا شعراء إحنا يمكن تحت الغطاء فالحمد لله يعني كشفنا عنهم يكشف عن أسماء جديدة جميل نسمع نص أستاذ عبد الحميد نص أنا كذا أقوى من الصمت والريح وأقسى من اللي ما تحمل ظروفه ما أشتكي كثرة التعب والتباريح واللي الجروح اللي لها القلب شوفه جيتك أنا عاشق يبي منك توضيح وش حيلته في ذا الزمان وصروفه محتاج لك حاجة وطن عزم يصيح من كثر ما شعبه نخر منه جوفه أنا وطن من رقته يقوم ويطيح يخاف من سرب الحباري تطوفه أنا وطن ما يعترف بالمجاريح فيه انصهار الشمس لحظة وقوفه مثلك أنا تجرحني الشمس وطيح وخاف من صمت شكى منه خوفه مثلك أنا ما أسكن البيد والشيح كل مشاعر لاحتضانك شغوفة وهذا أنا من دون نظرة وتلميح أكايل هموم الزمان وضيوفه ومثل الهدوء اللي سبق لحظة الريح جيتك أنا عاشق شكا من ظروفه الله الله جميل جميل صحرة لسانك يا طعوف أستاذ عبد الحميد بالنسبة لي في حقبة من الزمن كنت رياضي يعني بعيدا عن الشعر في 90 أو 91 كنت حارس مرمى المهم ما أدري مدى صحة هذه المعلومة اللي لا تطلع فضايحنا خلي بالك على هاي التجربة يعني من اللي يبلك حلوة عندي معلومات أنا وصلتني يعني هذه معلومة قديمة أولادي ما يعرفوها ما يعرف لا لأنهم ما لحقوا علي ما لحقوا على شيء جميل لا فعلا أنا كنت قبل 90 كنت حارس مرمى اللي حصل صار لي كسر في الإيد تستاهل السلام وحولت إلى لاعب
للاعب، بس فترة اللاعب بعد الحراسة يعني فترة اللاعب وصلت فيها أكثر. أكثر. لكن محليا. محليا. أيوة. يعني ما أودي مكان. جميل يعني بس فتحت لك آفاق نوعا ما بداية لعب كرة القدم. كان موضوع صحيح. الشعر موجود يعني؟ لا موجود الشعر يعني عندي من الإعدادية. الإعدادية يعني متكلم عن 30 سنة. 30 شعر يعني. بالضبط يعني من قبل 30 سنة. ما شاء الله. أنا بديت طولة العمر. بديت أكتب أمي إن شاء الله وكان عندي أخوي الأكبر. أيضاً. هو المساند الأول لي لك. إلى الآن ذويق يعني إخواني أكبر مني اثنين ذائقة في الشعر محبين للشعر بس مش شعراء بس ما يكتبوا متابعين لي نعم. حتى أحياناً أخوي الكبير يكون برا السلطنة مجرد أن يسمع لي لقاء مكان أو يشوف لي حوار في شيء من القنوات يتصل فيني أني أنا شفت لك كذا نعم. أخوي الثاني اللي موجود عندنا في عمان كل الأمسيات يحضرها سواء أنا مشارك أو غير مشارك ما شاء الله. أي أمسية في مسقط هو موجود أيوه. وهذا جميل يعني فالشعر موجود عندي والرياضة أيضا إلى الآن أنا لازال. يعني ما زلت أحب الرياضة مش رياضة كثير يعني ما أمارس الرياضة مثل قبل يعني مجرد تمضية وقت يمكن في الشهر مرتين أو ثلاث مرات لا أكثر لكن المتابعة حريص عليها متابعة أكيد مشجع لنادي معين يعني عالميا منقول في يعني في كذا شكلك مدريد يعني خلنا بعيد لو قلت يعني يمكن أنفر الجهات الأخرى يلا جميل قصة قصيدة الوالد أو يعني سمعنا عنها كثير شو قصة القصيدة شهبار نعم القصيدة اسمها شهبار نعم ودنا يعني ودنا نعرف قصتها أو نسمعها يعني والله ما لها قصة يعني معينة أنا فقدت والدتي ولله الحمد الله يرحمها يعني الله يرحمها ويغفر لها قبل سنة قبل سنتين الله يرحمها ويغفر لها طبعا كتبت فيها أكثر من نص بس ما للأسف يعني أني ما أقدر أقول ولا نص نعم. أحس حتى مع نفسي لما أقرأ واحد من النصوص أتعب أتلعثم نعم. أتعب خلاص نعم. ما أقدر الله يرحمها فلذلك يعني مجرد أني أنشر ممكن أنشرهم نعم. ممكن أعرضهم على في الوسائل لكن ما أقدر أقولها الوالد يعيش الله يعطيه طولة العمر فقد البصر يعني يمكن من 4-5 سنوات ف الله يعني له طرق خاص عندي مسيرتي كاملة يعني سواء كشاعر أو كرياضي أو كإنسان اجتماعي أنا في المجتمع يعني متواصل اجتماعي كثير جدا أيوة جدا. اجتماعيتي هذه أنا استمديتها من الوالد الوالد إلين البارحة يعني كنت عنده أسأل عن بعض الناس اللي أنا ما أعرف نسبهم إلى وين ينتهي جميل جميل فدائما يعني أقعد عنده الوالد معروف مسبقا براعي شهبار شهبارة أيوة. وشهبارة وشي هذا شهبار ناقة سبوب ناقة كانت موجودة عند الوالد ما شاء الله راحت هي بقن بناتها الله فلها معزة خاصة جميل عند الوالد جميل واحنا ورثنا المعزة هذه الله الله من عنده الله الله فأقول مسيت بالخير يا سيدي عساك ابتهاج الله الله مسيت بالخير يا سيدي عساك ابتهاج يمرك سنين ما يقفي ولا به قصور درايش البيت صارت من ترابك زجاج لكن تضد الحجارة والخدش والكسور أطلقت شهبار وتهادت بنون عجاج ما تلقى في الشينة وتاكل خشاش وبشور الله الله يا الشايب العف يا البشاش يا آخر عجاج يا المنتشي بنشوة الركبان بول حضور تنشدني الدار عن تاريخ أبيض يا حاج تنشدني الدار عن تاريخ أبيض يا حاج وسطك بالعومي وسطك بالعومي وسطك بالعوم حنجرتي زحام وغرور من أول علوم صبحك وانت رايق مزاج يلين ضربت عصاك المعلنة للعبور كبير من يوم يومك وانت هطول سياج حويت أطيب معاني الفخر ما فيه زور لا قالوا الناس إنك لليالي سراج تتباشر بك الليالي والحبور الحبور يا ريحة الطيب في عالم به الخبث هاج
لمست فيك استقامة ما تلف وتدور بياض لحيتك عطر كل درب وفجاج ومهابة الصوت من ثغرك تهز الجسور هذا أنت في عقدك التاسع على الرأس تاج عساك تبقى لنا نبراس وتزيد نور أطلقت شهبار وتهادت بدون عوجاج يا شيخ الأرض وانتو ما عليكم قصور. الله 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 صح الله لسانك على هالقصيدة الجميلة والرائعة والمؤثرة بأمانة. يعني أنا ما ودي أن ينتهي اللقاء ولكن للأسف وصلنا معك إلى ختام لقائنا. ما أدري يعني الكلمة اللي تحب توجهها للجمهور اللي تابعك واللي تابع البرنامج. والله أنا أولا وأخيرا عندي كلمة شكر لك خاصة. الله يسلمك. ولقناة نجوم لإتاحة الفرصة لي مرة أخرى. يعني أنا انقطعت عن نجوم فعلا يمكن أكثر من 5 سنوات كنت يعني من أعضاء نجوم يعتبرون الناس ونجوم يمكن من القنوات اللي ساعدتني في الظهور حقيقة في البداية يعني مش في بداية شعري لكن في بداية ظهوري الإعلامي في أوج ظهوري أنا يمكن السبب الرئيسي هي قناة نجوم وانقطعت هذه السنة الخامسة يمكن فألف شكر لهذا القناة الجميلة الله يسلمك شكرا لك شكرا لل أخي ما بنسى يعني الأخ إياد المريسي نوجه له تحية طبعا باسم اتصل فيني أقول للجمهور عبد الحميد الدوحاني ما زال موجود سواء شاعر أو إعلامي أو إنسان عادي إنسان أو رجل اجتماعي موجود ومدرس مع الجميع في كل الحالات الحمد لله وأنا ما زلت في سلك التدريس سواء التدريس اللي هو في التربية أو تدريس الشعر جميل جميل قلبي واسع جميل. لأن أنا التقيت في أكثر من شخص بعد ما تعرف علي يقول أنا كنت متخوف أني أوصل له ما أدري وش اللي مخوفني يعني مع أن إنسان يعني أبسط من البسيط كلمة فعلا. بسيط يمكن ثقيلة علي أبسط من البسيط الله جميل جميل بلا شك أنا لمست هذا الشيء من لقائي فيك أنا أعرفك من قبل ولكن ما يعني ما حصل لي يعني الشرف أن ألتقي معك في حوار ولكن بأمانة يعني أنت مكسب أنا أكسبه يعني من قبل والحين أكسبه أكثر وأكثر من خلال هذا اللقاء أنا أشكر لك تواجدك بأمانة وأنت أستاذنا بلا شك اللي يعني نتعلم منه الكثير يا أبو إذن مشاهدين الكرام وصلنا معاكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء